تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. استمرارا لمسلسل الحرقان، واستمرارا لمسلسل يعني الكيد، كيد النسا، ولما يبقى واحده متطلقه ومحروق دمها ان طليقها مش معبرها وهي هتموت وترجع له وهتموت وتحتك بيه، ليل ونهار بتتكلم عليه، ليل ونهار بتزم فيه، وهي من جواها كده يعني فيها نار وفيها اكلان غير عادي. هذا الوصف ينطبق على هزاز الرؤوس اللي من وقت ما الحكم صفر معلنا بفوز النادي الاهلي بالسوبر المصري بعد هروب نادي الزمالك وانسحابه من المباراه خوفا من هزيمه تقيله، وكل الناس عارفه ان مرتضى منصور واولهم الزملكاويه خايف من هزيمه تقيله امام النادي الاهلي فقرر الانسحاب، زي ما قبل كده انسحب، فاكرين لما حط العيال في اتوبيس وقرر ان هو ينسحب وما يلعبش المباراه؟ طب كان وقتها في كهرباء؟ كان وقتها في عقوبه ما توقعتش على نادي الزمالك، ولكن دي عادته ومش هيشتريها من بره. ولكن العجيب والغريب قله الادب اللي من هزاز الرؤوس بشكل يومي على النادي الاهلي بعد الفوز بالسوبر. النادي الاهلي لازم لعيبته تتوقف، ده الشناوي لازم المفروض لجنه الانضباط توقفه، ده كهربا مش عارف عمل ايه، ده الخطيب المفروض يعمل كده، ده جماهير النادي الاهلي لازم تتمنع من المدرجات، ده لازم. تخيلوا النادي الاهلي نسي اصلا انه خلاص يعني صفحه السوبر ده خلاص انطوت، بطوله وخدناها، يعني بطوله وخلاص هتترمي في الدولاب بتاع البطولات وبندور على الجديد، ودول لسه بيهوهوا وبينونوا وبيصيحوا على كاس السوبر. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف هزاز الرؤوس قالوا ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف هزاز الرؤوس قالوا ايه ونكمل الفيديو بتاعنا، يلا بينا. المشاهد مسيئة تسيء إلى سمعة الكرة المصرية، يعني لما اتفرج على
الاعلام في الامارات الاستاذ عبد الله الكعبي، واتفرج على الاعلام في السعوديه، يعني مثلا اتكلم على جورنال جريده الكاس في السعوديه بتقول ان قرار المستشار مصطفى منصور تاريخي، وصفت القرار واسباب والظلم اللي تعرض عليه نادي الزمالك من ايام هدف الكابتن حسن شحاته الملغي. يعني انا كنت اتمنى في الدعوه للرموز للقاء في النادي الاقي الكابتن حسن شحاته يجي عشان يتذكر هدف الملغي، والكابتن فاروق جعفر يجي علشان يتذكر ضربه الجزاء ما اتحسبتلوش، حاجات كتيره جدا. فالعداله مطلوبه والنزاهه مطلوبه. نادي الزمالك الان على قلب رجل واحد، نادي الزمالك اصطفاف كامل خلف مجلس الاداره والاستشاره مصطفى منصور، وده نجاح غير مسبوق لاداره قدرت تتوحد الجماهير بمختلف تياراتها بمختلف ارائها وتوجهاتها. فاذا انا شايف المشهد زي ما قلت في بدايه كلامي، الكره المصريه والرياضه في عصر العتمه، محتاجين نخرج من العتمه للنور عشان نقدم رياضه. تاريخ بسرعه مصر، مصر دوله عظيمه، مصر عامله بمواهبها وبنجومها، مصر اللي نشرت اللعبه ونشرت الرياضه في افريقيا كلها، حتى دول الخليج لا تنسى دور مصر والمصريين في نشر الرياضه وكره القدم عندهم. فاذا انا لازم ادافع عن سرعه مصر. الزمالك قاد الانتفاضه وكان على صواب، والشهاده لما تطلع من اصحاب المعسكر الاخر ده تاكيد على ده. كمان الكابتن اكرام، الكابتن علاء ميهوب كان لازم اشكره على شهادته اللي قدمها في احد المحطات، وقال الزمالك غلط وعيب قوي اتحاد كره القدم. اتحاد كره القدم ظلم الزمالك وعيب جدا. مين العيب؟ ان اتحاد كره القدم يخاطب نادي الزمالك في 60 دقيقه. طب هو انت قلت 60 دقيقه ما قلتش ساعه ليه؟ بتعور. لا هو اللي بيعور انا هسمعه لك دلوقتي. في جملة كده قالها تركي الشيخ لمرتضى منصور، مرتضى منصور هو اللي قالها بنفسه. نسمع كده ايه اللي بيعور وايه اللي بيوجع، مادام كلمة ساعة بتوجع. نسمع بس ايه، خليكم معايا ما تروحوش في اي حتة. اسمع كده يا باشا، اسمع كده مرتضى منصور بصوته بيقول ايه. من تركي الشيخ ومرتضى منصور، ماذا صرب عقلك؟ هل صرب عقلك شيء؟ هذا الكلام ما يعد على خير. انا اعرف شلون ادبك يا شحات يا شحات يا شحات. هذا ايه رايك؟ بتوجع كلمه شحات توجع اكتر، ولا كلمه 60 دقيقه وساعه توجع اكتر؟ انت بقى تفسرها مع نفسك. كمل. اوكي، انا هذكر حضراتكم برضه يعني وصلا بكلام صلاح الشافعي باخفاقات انتخابات في عهد المجلس الحالي الاستاذ جمال علام من يناير 2022. عد معايا عصر العتمه وعصر الظلام اللي احنا عايشينه. خساره المنتخب الاول النهائي كاس الامم الافريقيه في الكاميرون 2022. خروج المنتخب الاول من الدور النهائي لتصفيات كاس العالم. خروج منتخب الشباب من الدور الاول لنهائي كاس الامم الافريقيه بدون اي فوز، تعادل و دي منتخبات مصر. خروج منتخب الناشئين من تصفيات كاس الامم الافريقيه بمجاملات واضحه في اختيار المدربين الفنيين للمنتخبات زي ما كان كابتن اسامه بيتكلم، لان الاختيار دايما بيصد لمدربين نادي واحد فقط اللي لازم نجاملهم ولازم نجيبهم يفشلوا ونجيبهم برضه تاني. يعني يفشل مع منتخب الاوروبي يجيبه في منتخب الشباب، يفشل مع الشباب اوديه منتخب الناشئين، يفشل مع الناشئين اطلعه تاني منتخب الاوروبي. ايوه زي اسامه منابيه، فشل ورحتوا جبتوه في نادي الزمالك، ومشي ورحتوا جايبينه تاني، وباتشيكو مشي ورحتوا جبتوه تاني. فاتحاد الكوره بيعمل كده برضه، الفاشل بيجيبه، والدليل على كده ان هو حاط لنا اسامه نبيه اللي ملوش اي علاقه بكره القدم غير الفشل، والفشل ده هو يعني عنوان اي واحد مسؤول زملكاوي بيمسك فيه اتحاد الكوره او بيمسك فيه منتخب مصر. والدليل على كده ايهاب جلال اللي جه ومشي و يعني ادي وش الضيف زي ما بيقولوا. احنا كاهلاويه لما حسام البدري مسك منتخب مصر قلنا عليه مش هينفع، وقلنا عليه ان هو مش هيكمل لان اداؤه لا يرتقي انه يمسك منتخب كبير زي منتخب مصر. اخره يمسك نادي، ممكن يمسك النادي الاهلي في حقبه زمنيه معينه، حاليا ما ينفعش، لكن قبل كده كان ينفع علشان واخد خبره من جوزيه وشارب صنعه من جوزيه، ولكن الزمن اتغير والدنيا اتغيرت. كمل. لسه نفس الدايره. تعيين قرار كده مؤقت كده وحاجه على مزاج كابتن ايهاب جلال مدير فني المنتخب مصر وقالته بعد شهرين لاول مره تحصل في تاريخ اي مدير فني في المنتخب. طبعا بقى ناهيك عن عدم
وقف الطياره زي قلقه في الطياره دي، يقول انا اقرا في الطياره الراجل لما نزل قال ايه اللي بتدار بيها كره القدم، خد عندك مجاملات وخد عندك بقى حدث ولا حق. اذا انتصر الخروج من الازمه دي هل هيتم في ظل وجود نفس المسؤولين ونفس القائمين على الامر هم هم، وانا هنفضل محل السر والرياضه المصريه هتفضل محل السر؟ للاسف الكريم ان احنا هنفضل محل السر لان الامور ما زالت تدار بعشوائيه. مجلس اداره اتحاد الكره الحالي برئاسه جمال علان اضاع كل الفرص انه يبقى يعني اتحاد يخطط للكره المصريه ويستقبل الكره المصريه. فشل الزراعي اللي تحقق في عهد مجلس جمال علان غير مسبوق. كل الاعضاء تقريبا المتواجدين معاه في القائمه حتى مع احترامنا لبعض الشخصيات اللي بتظهر في اوقات وتختفي في اوقات كثيره جدا، الا ان المؤكد انهم بعيدين تماما عن الساحره المستديره، مشغولين ببزنسهم الخاص، مكتفين فقط بزار وقت الشو الاعلامي فقط. هاجمنا هنا كلاتنبرج كثيرا وكنا قلنا من اوائل الناس اللي قلنا انه جاي ينفذ اجنده وانه عنده فزاعه معينه، انه هو طالما المنافس راضي عنه فهو مكمل في مهمته، وده اللي تحقق في جميع المشاكل وده المساعدات جميع الفيديوهات اللي كان بيناقشها حتى وهو موجود في كاس العالم وبياخد مرتبه وكل حاجه. انما الواضح انه كلاتنبرج كان مظلوم في هذه الجزئيه، انه الفزاعه دي كان اعلان اتحاد الكره نفسه اللي هو دلوقتي اثبتت المواقف انه هو بيطبق هذه الفزاعه. طالما المنافس راضي عنه فهو قاعد في مكانه، طالما هو بيضايق نادي الزمالك ما بيعيدش لعيبه نادي الزمالك بيعرض مصيره نادي الزمالك، طالما هو بيأجل عقوبه كهرباء، طالما بيتدخل في عمل اللجان، وزي ما قال ماجد في حلقه سابقه قبل كده انه الكابتن احمد شوبير الدوق الاعلامي للنادي الاهلي قال كلمه توجهات، هناك توجهات بتاجيل القرار بتاع الاستئناف، وطلع قال لو لجنه الاستئناف من اللجنه ممكن تجتمع وتاخر القرار لبعد الصور. وده اللي حصل مع احترام الشرع عادل الشربجي، انما النهارده حتى بيان السيد وزير الشباب والرياضه اللي طلع النهارده خالد مرتجي مع الاستاذ احمد موسى من قليل، وطالع العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي مع امير هشام المذيع اللي كان في قناه النادي الاهلي دلوقتي في برنامج فرات النهار، بيتحدثوا عن انه النادي الاهلي كان صاحب حق انه يطعن على القرار الاستئناف بما انه شك في شرعيه لجنه الانضباط اللي طلع بيان من اكبر لجنه قانونيه في الوزاره. الوزير قال وصل بس الناس الاعلام الكود بتاعنا مش عايز يروح عندها، قال لك ان لجنه الانضباط شرعيه تعيينها شرعي وانه اتحاد الكره مخول من سلطاته تعيين هذه اللجنه وفقا للائحه اللي اعتمدها وانه بعد انتهاء السنه الماليه في 30/6 او شهر يوليو يحق الدعوه لجمعيه عموميه عاديه ثم انتخاب لجنه معينه. وقال لك ما اكتفاش بكده بس، ده كمان خد موافقه الفيفا ومباركه الفيفا على الموضوع، ولسه الناس بعد ما لعب كهرباء السوبر غصبا عن الجميع وغصبا عن اللوائح جاي يتحدث النهارده. خالد مرتضى بيقول لك احنا كنا بنطعن على القرار وبناخد الاطر الشرعيه. بس استاذ احمد موسى كنا انا وماجد في الفصل بنتفرج يعني، ساله سؤال دون ان يدري على ما اظن يعني، فقال له هو في عقوبات ستصدر ضد احمد محمد الشناوي وعلي معلول بعد تهجمهم على محمد الشيبي لاعب بيراميدز وتعديهم عليه، وانه الشناوي يجري قرابه ال 45 متر ويركله بقدمه وما ينظرش اي قرار وانذار ولا طرد لعيبه النادي الاهلي. راح رد وقال له لا احنا محدش قال لنا حاجه، والحكام راجعين معانا على الطياره، والاستاذ جمال علام راجع معانا على الطياره، واعضاء مجلس اداره التعاون محدش قال لنا حاجه. يا الله ما قلتلهم ما قالولكش القرار. الكذب والتدليس، قال احنا عيله في بعض وراجعين مع في الطياره. اذا كان جمال علام اصلا زملكاوي متعصب
وقبل كده طلع مع احمد جمالات وساله انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ قال له انا زملكاوي وكل العيله عندي زملكاويه. جمال علام زملكاوي وبيخدم مرتضى منصور. ده مرتضى منصور مره طلع شتم جمال علام وقال له انا مش هدفع ولا مليم من المديونيات اللي عليا على في اتحاد الكوره. تاني يوم جمال علام قال له احنا مستعدين نقسط بالتقسيط المريح ونجدول البتاع على سنين طويله ومن غير ما تزعل. راح قال جمال علام ده احسن واحد في الدنيا، وجمال علام ده انا مستعد اخليه يكمل الدوره بتاعته. لا مش الدوره دي، لا والدورات التانيه. وعلى فكره يا جمال علام ده الخطيب بيجمع توقيعات علشان يشطبك، خد بالك. ولا الخطيب بيجمع ولا الخطيب بيعمل، وهو اللي كان بيجمع ومترأس يعني حملة ضد جمال علام، وكان بيجمع توقعات ان هو يعني يعزل جمال علام او يخلي الجمعية العمومية انها تغضب على جمال علام. ولكن دلوقتي جمال علام مش على الكيف، مش على الهوى، مش على الدماغ. ليه؟ علشان في حاجات اختلفوا عليها. كان بيجيبوا له، كان بيجيب لهم حكام على مزاجهم، كان بيجيب لهم حاجات على مزاجهم. ده انتوا طفشتوا كلاتنبرج يا راجل، ده كلاتنبرج طفش بسببكم. ده كلاتنبرج قال ده كانوا بيطلبوا حكام بعينها لنادي الزمالك علشان يخلوا نادي الزمالك يجيب اهداف وياخد حق مش حقه. كمل يا عم. لا قال هعتذر ولا لوح بالاعتذار ولا قال ان هو هيسافر ولا مش هيسافر. النادي الاهلي راح، حتى لو كان كهربا ما لعبش برضه النادي الاهلي كان لعب. والدليل على كلامي النادي الاهلي تعرض لظلم باين واخفاء خطاب من وليد العطار خدام مرتضى منصور في اتحاد الكوره. ورحنا لعبنا في المغرب وكان على عكس ارادتنا، ومع ذلك لعبنا السوبر، عفوا دوري ابطال افريقيا، وما انسحبناش، لان الانسحاب ده مش مبدا نادي الاهلي، لكن ده الانسحاب مبداكم من ايام الاوتوبيس اما عطل والعيال الصغيره ما ركبت الاوتوبيس. فاكرين؟ فاكرين التمثيليه الكوميديه اللي عملها مرتضى؟ كمل يعني. النادي الاهلي كان بيرى انه حاله اتقاف كهرباء اللي هو مخطف وسبق جماهير نادي الزمالك انها حاله بيبحث فيها عن الحقوق. طب ازاي بتبحث وانت لاحظ عباس انت معترف ايضا ضمنيا حتى لو معترض كنادي ده حقك على 12 مباراه؟ فانت معترف انك بتقول خليهم اربعه او سته، انت معترف انه اخطا، طب فين مبادئك وانت لاعب اخطا؟ طب لا انت عاقبته ولا انت اساسا سكت حتى انه يستبعد عن المباراه وفقا للعقوبه الانضباطيه لازم يتم تطبيقها ودايما تتشبك بالمبادئ. تخيل معايا كريم لو الكابتن الخطيب عاقب بانه كهرباء عمل كده من اربع شهور طلع علينا وقال انا بعاقب كهرباء عشان اساء لجمهور نادي الزمالك. كنت هتسمع قد ايه اعلاميين يتحدثوا عن المبادئ والاخلاق وشفتوا ازاي الاسطوره عمل من ده يعاقب وده النادي الاهلي الكريم. طب هو النادي الاهلي الكريم ما عملش كده والخطيب الاسطوره ما عملش كده والخطيب الاسطوره بيدافع عن لاعب اخطا لجنه الانضباط قدمته وانت حتى. طيب مرتضى منصور كان ايه موقفه لما شيكابالا عمل الحركه القذره لجماهير النادي الاهلي؟ طلع اوقف شيكابالا؟ طيب لما امام عاشور شتم رموز النادي الاهلي في قلب النادي الاهلي مرتضى منصور عقبه ولا قال له انت بتعمل ايه؟ يبقى عندهم مصايب وكوارث وعندهم رئيسهم بيشتم طوب الارض وبيساعد اللعيبه انها تشتم كل الناس، ومع ذلك يقول لك الخطيب كان المفروض يعمل والخطيب كان المفروض يعمل. على فكره كل الزريبه اللي قاعده قدامكم دول كانوا شغالين في النادي الاهلي للاسف ايام الحقبه الزمنيه الفاسده بتاعت محمود طاهر، هو اللي كان مقعدهم داخل قلب نادي الاهلي وفي قناه النادي الاهلي المرتزقه اللي انت سامعين صوتهم دول، اذا كان كريمه ولا ميكي ماوس اللي هو اسمه ايه ده المنتصر ولا شكوكو عبد الشكور ولا الشرقاوي ولا العالم دي اللي كانت بتشتغل، حتى الواد غراب ده
الواد ماجد غراب كان شغال في قناه النادي الاهلي برضه مراسل. فاللي انا عايز اقوله لكم ان الكابتن الخطيب لما كنسهم بره ورماهم في الشارع راحوا على حجر مرتضى منصور وبيقبضهم، فبيقولوا اللي هو بيمليه عليهم. لو قال لهم قولوا اكتر من كده هيقولوا، لو قال لهم قولوا ان انتوا فيكم وفيكم على نفسكم هيقولوا، يعني لو قال لهم تطلعوا تشتموا نفسكم هيطلعوا يشتموا نفسهم. كمل يعني. في اتفاقات الكوفكا لاحمد عباس بتقول لها ان الاتصال كتير خلونا من بعض وبعض المباراه. انا عايز اقول لك بس بعض الاعلاميين معلش يعني حضرتك بتتحدث على انه نادي الزمالك انسحب وهو في حقيقه الامر اعتذر. نعم. الاسلام اعتذر النادي الاهلي عن كاس الرابطه. نعم. وكاتبين اعتذار في المنشتات والمواقع كبيره جدا. كان بقى هنا اعتذار وهنا انسحاب، نفسه بيقف تصرف الزمالك كانه انسحاب وتصرف النادي الاهلي الاعتذار. وانا عايز اقول له يا بحر المفهوميه الانسحاب بعيد عن العقوبات الانضباطيه او الغرامات وفقا للائحه نص مليون والمليون وجاب السنه، الانسحاب انك تروح الملعب وتنسحب. فبالتالي بس استنى، يعني الانسحاب انك تروح الملعب وتنسحب زي ما انسحبته كده في ماتش النادي الاهلي لما فاروق جعفر خد العيال وطلع بره، ده انسحاب صح؟ لما عبد المنعم عماره حل اتحاد الكوره عشان ما يرضاش او مرضيش يعني يهبط نادي الزمالك للدرجه الرابعه، ده انسحاب. طب ولما النادي الاهلي راح الملعب وانتوا رحتوا عطلتوا الاتوبيس وقلتوا الاتوبيس اتعطل واللعيبه بتاعتكم كانت نايمه في البيت، ده برضه اسميه انسحاب ولا استبنيه اعتذار؟ يا عم انت متفق على مباراه، المباراه ما جيتهاش، تسميها انسحاب، تسميها هروب، تسميها عفريت، المهم ان انت ما جيتش، انت ما جيتش قدام النادي الاهلي وده خوف من النادي الاهلي، وانت لو كنت جيت كنت طلعت ثلاثه مرتاح، لان بيراميدز اقوى منك مليون مره، ومع ذلك بيراميدز ما عرفش يفوز عليا، انا اللي فزت عليه، ولو في شويه توفيق للكور اللي جت امام المرمى وضاعت كان بيراميدز طلع بثلاثه او اربعه مرتاح. كمل. اتحاد الكره او لجنه المسابقات لازم تاخد قرار تقول اعتبار النادي الاهلي فايز بالمباراه من ناحيه الكاس الصغرى، بما انه نادي الزمالك اعتذر وليس منسحبا فلا حد بديل راح مكانه. بس اخيرا العقل فاروق المح كلمه المستشار مرتضى منصور وانه رجل دوله من الطراز الفريد ودائما حريص على العلاقات ما بين الشعوب. النهارده بيلمح يقول لك ان احنا برضه القرار كان هيخضع لعلاقتنا وصل في المرحله دي هروح الامارات يعني او لا؟ علاقه المستشار مرتضى منصور بالاشقاء في الامارات اقوى من علاقتكم بالمسؤولين في الامارات 100 مره. كنت فين لما اعتذرتوا في اكتوبر 2018 عن مواجهه الهلال السعودي في كاس السيد، كان في كاسين فخامه الملك وفخامه رئيس السيسي كاسين، واعتذرتوا ما رضيتوش تلعبوا عشان خفتوا من الهلال، قلتوا احنا عايزين نلعب اتحاد جده. كنت فين في مشاكلكم على مستوى تركيا؟ استنى بس استنى استنى، بيقول لك كنتوا فين لما ما رضيتوش تلعبوا وانسحبتوا او اعتذرتوا امام اتحاد جده امام الهلال وخفتوا من الهلال عشان كده انسحبتوا. اولا احنا ما خفناش من الهلال، والدليل على كده احنا لما قابلنا الهلال في ماتش رسمي رزعناه اربعه مع الرقفه. فين؟ في كاس العالم للانديه اللي انت عمرك ما سمعت، عمرك ما شفتها ولا عمرك هتروحها، انت بتسمع عنها بس وبتتفرج عليها في البي ان سبورت بس، غير كده ما تعرفش اي حاجه عن كاس العالم للانديه نهائي، بتقعد على الكرسي كده وتتفرج على اسيادك وهم بيلعبوا. فالنادي الاهلي ما خافش ان هو يقابل اي فريق، والدليل على كده ان احنا هزمناهم اربعه مع الرقفه. تاني حاجة الأهلي اعتذر عشان كان في مشاكل بينه وما بين تركي الشيخ اللي كان وقتها وزير الرياضة واللي مسؤول عن التيتا كلها واللي مسؤول عن الكاس، فأنا بيني ما بين تركي الشيخ خصومة أو خلاف أو مشاكل، إيه اللي يوديني عنده؟ ما رحتش عنده. كمل يا منتصر. تركي الشيخ كانت فين العلاقات والحفاظ على العلاقات ما بين الدول؟ كنتوا فين وأنتوا بتعتذروا السنة دي في مارس عن المشاركة في البطولة العربية؟ هي دي مش علاقات ودي مش علاقات؟ ولا لما قلت اصل احنا جايلنا دعوه نلعب الهلال في كاس سوبر مصير واحنا مش عارف ايه، وطلع انا جايلكوا دعوه ولا جايلكوا حاجه؟ يا عم رايح النادي مع الاهلي مع الوداد في المغرب ومع الهلال في السودان. استنى 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 بنت كريمه بنت استنى، بيقول لك كان فين العلاقات لما اعتذرتوا عن البطوله العربيه؟ انا عايز بس اقول للجاهل ده حاجه، ان النادي الاهلي قال انا هشترك في كل البطولات السنه دي، مش هسيب ولا بطوله الا ما اشارك فيها،
كأس الرابطة المسمى بكأس الرابطة وهي الدورة الرمضانية اللي ملهاش أي أهمية أصلا، وكأس مصر والسوبر المصري والبطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا والدوري المصري يعني بص، والسوبر المصري والسوبر الأفريقي قصدي، كله هنشترك فيه تمام. فلما الأمر عرض على كولر قال لا أنا ما أقدرش، أنا عندي إصابات، عندي لعيبة بتقع مني بدنيا، عندي إجهاد، عندي عندي عندي. طب عايز إيه؟ قال لي لا انسحب من البطولة العربية وهنضحي بالمبلغ المالي الكبير اللي بيجي منها عشان احنا عندنا حاجة اهم هي التكملة في دوري ابطال افريقيا، اللي بالمناسبة اتعتذروا عن الماتش بتاع المصري علشان النادي الاهلي هيدخل ماتش المصري، لعبت المصري هتكسر لعبة النادي الاهلي، اروح العب الهلال السوداني وانا نص الفرقة عندي متكسرة ومتدمرة؟ لا، انا يهمني ماتش الهلال السوداني ويهمني ان انا اكمل في البطولة، فالاصح والافضل ان انا اخرج من البطولتين اللي هم ممكن البطوله منهم هتجيب لي مال، لكن بطوله مش مؤهله لشيء، بطوله مش بتاهل لكاس عالم للانديه، فلوس فقط، واحنا مش بنسعى للفلوس فقط، لا بنسعى للفلوس والبطولات او البطولات والفلوس. اما البطوله الرمضانيه المسماه بكاس الرابطه دي اصلا ملهاش 900 لازمه. ففي فرق كبير بين اللي يتخذ القرار رئيس النادي اللي حاو حد وهو يقول شمال وهو يقول يمين، وفي فرق بين يعني رئيس المنظومة الرياضية، منظومة الكروية، المسؤول يعني العمدة بتاع الكرة في النادي الاهلي اللي هو المدرب. المدرب هو اللي بيقول نشترك هنا ونشترك هنا ونشتركش هنا ونشتركش هنا، بس هو مش عرفهم بالكلام ده. هم مرتضى منصور يقول الحاجة هم يقولوا سمعنا وقطعنا. كمل. وما مش عارف الهلال السعودي في السعودية بعمل لنا مشاكل في كل ده، احنا يعني هم ربنا يديهم، بس انا كنت انت بتجيش تلمح. كريم محسن بتقول اللي عاملين مشاكل في كل الدنيا، في الهلال السوداني، انا مش عارف في الوداد، في عاملين مشاكل مع مين؟ هو في غير الهلال السوداني اللي طلع وكذب وقال ده؟ قالوا لنا العبيط اهو، ما هو المشكله هم عرفوا التيتا منين، عرفوا المظلوميه بتاكل مع الجماهير الهبله، فهو اي حد عنده جماهير هبله بتمشي ورا الهبل ورا العبط، يجي يقول لك ده احنا هنشتكي النادي الاهلي عشان قالوا العبيط اهو. لا لا ده قالوا العبيد هم عبيدي. عمرك شفت اصلا اللفظ ده بيطلع من اي جمهور في النادي الاهلي؟ عمره ما بيحصل. عبيد ايه؟ ما كلنا عبيد ربنا، ما فيش فرق بين الابيض والاسمر والامحاوي والناس كلها زي بعض سواسيه. قالوا العبيط اهو بعد ما لاعب من عندهم استفز جماهير النادي الاهلي، مش العبيد. حتى ميدو الزملكاوي طلع وقال ده بتوع الهلال السوداني بيضحكوا على جماهيرهم وعايزين يودوا جماهيرهم في حته تانيه لانهم اتغلبوا كوره في المباراه. كمل. او تسقط على نادي الزمالك انه النهارده نادي الزمالك ما راحش، لا اساسا اللائحه كريم، هو النهارده معلش اللائحه لو ما فيهاش ما بتضعش بنود للمعتذر او الانسحاب، يعني المفترض لو دي سوء او جريمه او انت يا اعلام يا امور يا موالي يا منبطح للمنافس بتصور ده انه اساءه سمعه الكره المصريه، طب هو انت حاطط الحاجات دي في اللائحه ليه؟ يعني لو انت شايفها جريمه انك بتديني وشه، ولا انت بتقول لي حتى اعتذر هيبقى عقوبه او انت هتنسحب، فانت بتديني الحق يا اما انسحب يا اما اعتذر وفقا لله. انما انا بشوف قرار مستر مرتضى منصور قرار تاريخي اعاد لعيبه لنادي الزمالك وعليه اجماع من كل مواطن عربي شريف داخل القاره السمراء اجمعها والوطن العربي كله، ما حدش قابلت اقسم بالله في الشرح حتى بعض المختلفين منصور مرتضى منصور قالوا انه هذا القرار قرار اعاد العداله واعاد يعني الهبه لنادي الزمالك واثبت حق نادي الزمالك تجاه هذه المظلوميه الكبيره. المذيع ده ما سالش العمي فاروق على صوره مريم مصطفى وهي شايله الكاس بتاع الطياره؟ لا ما اظنش. لا ماجد، يمكن الاحداث وانت طبعا يعني متابع جيد جدا وبالذات في الحته دي ملعبك، حته اتحاد الكوره، حته المهمات، حته بقى مجامله الاهلي، حته الاعلام، واخدك بقى جزء مهم جدا. التناول الان كده انا صرفت فيه المقدمه الكيل بقى ب 100 مكيال. الاعلام هنا في الزمالك اربح، في الاهلي طبطب خليك حنين واعمل نفسك ما شفتش. بص يا كريم، قبل ما الواد الغراب ده يتكلم، الاعلام انهي اعلام؟ الاعلام اللي عباره عن اسلام صادق اللي بيطلع يعمل اكاذيب وبتمشي وراه، اسلام صادق اللي اتصالح مع مرتضى بعد ما مرتضى كان بيهزقه وبيديله بالجزمه فوق دماغه ما كانش بيقدر يتنفس،
مين الاعلام بتاع النادي الاهلي؟ ما تقول لنا كده. شوبير بيطلع نص ساعة في الأسبوع بقى إعلام النادي الأهلي؟ بقى إعلام؟ ده أنتوا عندكم قناة المحور فيها ميدو وما أدراك ميدو والتطبيق لمرتضى منصور والمحاباة لمرتضى والمحاباة لنادي الزمالك. الحدث اليوم أحمد جمالات وعفت نصاب ومحمد عبد الله والشلة إياها بتاعت هزاز الرؤوس رقم 2. طيب الحياة كريم حسن شحاتة الزمالكاوي، صدى البلد هاني حتفوت الزملكاوي اللي دايما يعني حتى لما بيجي يخبط بيخبط بعقلانية وبهدوء وبميزان من ذهب علشان ما يغلطش ولا يقول حاجة ممكن مرتضى يطلع يشتمه. عندك مين تاني؟ عندك قناة تن اسلام صادق ورضا عبد العال، عندك مهيب عبد الهادي في قناة المصر ام بي سي مصر، قناة اون تايم اللي كلها زملكاوية، باقي مين؟ حتى في الراديو جايبين لي خالد الغندور والواد التاني ايمن منصور، ايمن يونس. ده انتوا الاعلام، ده انتوا مسيطرين على الاعلام. يقول لك الاعلام اللي بتضحكوا، بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا على مين؟ ما تفهمون، بتضحكوا على نفسكم ولا بتضحكوا على الجماهير؟ كل ما حد يطلع في يقول لك اعلام الاهلي قوي، انهي اعلام اللي قوي؟ ده قناه الاهلي ما حدش بيتفرج عليها عشان بتقدم الاخبار الكلاسيكيه والطريقه الكلاسيكيه، حتى الردود فيها ادب وذوق واخلاق زياده عن اللازم، وانتم ما ينفعش معاكم غير طريقتكم، يعني نجيب تاريخكم المنيل والاسود ونحكي فيه ونقول عليه، لكن تطلع تتكلم بما يرضي الله وتطلع تقول كلمه حق، لا، انما تقول حاجات ملهاش اي علاقه بالواقع. يقول لك الاعلام، الاعلام ده انتم مسيطرين على كل الاعلام. قول لي كده، في ده احمد بلال قال كلمه ذبحوه على الكلمه اللي قالها دي، ويقول لك اعلام، هو فين الاعلام ده؟ ما انتوا مسيطرين على الاعلام، تم زملكه الاعلام وزملكه الدوله وزملكه الادارات وكل شيء، كل شيء اتزمل. كمل يا عم، قول واشغينا. طبعا ظهر في احداث ماتش السوبر الاخير حاجات كتيره فيها. انا عاوز ابدا بس معاك ان الثلاث ايام الكابتن شوبير كان كاتب كده ايه الزمالك من عدم المشاركه في السوبر. طيب هل الكابتن شوبير كريم اتكلم عن خسائر النادي الاهلي من عدم المشاركه في كاس الرابطه؟ اما يعني كان عنده مباراه مع النادي المصري وملعبش، ما نحبس. هل الكابتن طبعا اللي بيقوله ده اسمه عبط. في حاجة اسمها خسائر النادي الاهلي ان هو ما اشتركش في كاس الرابطة امام المصري؟ ايه الخسائر اللي في كده؟ ده بالعكس، ده انا كسبان. هو كاس الرابطة هتديني ايه لما لعبتي تتدغدغ وتتكسر ومعرفش العب امام الهلال السوداني؟ بس الناس دي قاعدة لا بتفهم في كورة ولا بتفهم في تحليل ولا بتفهم في اي حاجة، بس طالعة وعاملة نفسها مثقفين، وهم لا مؤاخذة ما تفرقش عنهم ولا بلاش. كمل على المباراة. كابتن شوبير اتكلم عن خسائر النادي الاهلي اما اعتذر عن البطوله الافريقيه لكره الطائره؟ لم يحدث ولن يحدث، ولن يحدث. ليه؟ لانه ما ينفعش، ولا من المهنيه ولا على شاشه محايده، كلنا بنكن لها كل التقدير والاحترام ان احنا ندخل امور شخصيه في يعني امور ناديه، يعني منظومة الأهلي تنجح منظومة زي الفل، منظومة الزمالك بتنجح يبقى أي حد سبب إلا مجلس الإدارة ولا المستشار مرتضى منصور صح. هذا أمر لا يليق ولن يستقيم. كمان اتكلم على إن في إدارات بتغادر السوشيال ميديا. عمر ما نادي الزمالك ولا المستشار مرتضى منصور تحديدا السوشيال ميديا دي اخر حاجه في حساباته. صح، مرتضى منصور لا بينزل بوستات على السوشيال ميديا ولا بيشتم صفحات بعينها علشان بتنتقده، ولا بيجتمع بلجانه الالكترونيه في نادي الزمالك، ولا عامل لهم عضوات مستثناه، ولا عنده قناه على اليوتيوب، ولا عنده صفحه على ولا عنده حاجه خالص، وما بيهتمش بالسوشيال ميديا خالص ومش في دماغه، ولا بيطلع يشتم فلان علشان قال عليه حاجه، ولا بيطلع يشتم من صفحه ايطاليان ولا المختلط خالص. ده واحد تاني اللي بيعمل الحاجات دي مش مرتضى. نادي الزمالك الصالح العام لنادي الزمالك ما مفيش مدرب طلع عند المستشار مرتضى منصور قال ان الاداره بتحركها السوشيال ميديا زي ما طلع
مسلم يا غالب. عاوز بقى للمشهد اللي حصل في مباراه السوبر. احلى حاجه من الزملكاويه يفبركوا اخبار ويفبركوا كلام على لسان مدربين كانوا بيدربوا في النادي الاهلي ويقول لك ايه؟ يقول لك ده موسيماني قال كذا، ده الجوهري قال، ادوا العداله لنادي الزمالك وسيبوا الناس الثانيه تتبارى وتتصارع على المركز الثاني. طب ما تجيبوا لنا فيديو على الكلام ده، طب ما تجيبوا لنا مثلا مانشيت في جريده محترمه قال الكلام ده في الزمن ده. بس عشان الجوهري ربنا يرحمه مش موجود معانا اكذب، ما هو مش هيطلع يدافع عن نفسه، هيطلع يقول لك لا انا ما قلتش، مش هيقول. بس اي هري واي هبد بيتقال علشان يقول لك بص هو شايف ده فلان قال كذا، طب بص فلان قال كذا، وناسين اللي قاله فاروق جعفر على التحكيم وان هم كانوا بيعملوا لهم شوبينج وان ضربات الجزاء كلها اللي خدها مع نادي الزمالك كلها وهميه، ونصر فاروق اللي كان بيدخل في نفسه اهداف وغيره وغيره وغيره، والحكم اللي مفيش داعي لذكر اسمه اللي كان بيشخط في رضا عبد العال ويعمل نفسه بيشخط فيه ويقول له اترمي في منطقه ال 18 عشان يديله ضربه جزاء. يا راجل اختشي اختشي يا غراب. كمل. مفيش حد عاقل يقول ان السوبر ما تاثرش بغياب نادي الزمالك، رغم اللي مش عارف قيمه نادي الزمالك افتح كتاب التاريخ انت تعرف من نادي الزمالك. لا انا اللي انا عايز اقوله لك مش تفتح كتاب التاريخ، احنا نقعد نقرا في كتاب التاريخ احنا فاضيين؟ لا انا عايزك تجيب مدربات النادي الاهلي في ماتش السوبر وشوف عامله ازاي وانت تعرف التاريخ بتاعك شكله ايه. واصلا مرتضى منصور من احد اسبابه ان كان واخد نص التذاكر بالظبط، 10% بس اللي اتباعه والباقي مخلل قعدوا يدادوا عليه ويدللوا عليه، فقال لك ده انا هروح اتفضح هناك، لا انا مش رايح، لا انا انسحابي احسن. مرتضى منصور والكلام ده من قلب نادي الزمالك، من قلب نادي الزمالك، من اعضاء داخل نادي الزمالك. فدي كانت من احد اسباب هروب مرتضى منصور، ان جماهير النادي الاهلي هتبقى مجيشه وجماهيره التذاكر بتاعتهم مرطرطه في الموقع الالكتروني ومش عارفين يطلعوها. علشان كده مرتضى منصور كان هيتجنن وكان هيتشل، فقرر ان هو خلاص هيمشي، هيعمل ايه؟ يروح هناك يتفضح يتغلب وجماهيره يقول لك فين جماهيرنا اللي في الخليج اللي احنا بنحكي عليها وبنتحاكى عليها. ولكن اللي بقول لك افتح كتاب التاريخ، انا عايز اقول لك ان بيراميدز والله العظيم افضل تاني نادي في مصر بعد النادي الاهلي هو بيراميدز، بيلعب كره حقيقيه، اتفرج على الاستلام والتسلل، كان ماتش تكتيكي على اعلى مستوى، كان ماتش يعني فني على اعلى مستوى، سيبك من المشكله اللي حصلت او الكلام ده، لا كان ماتش تقيل، كان بيراميدز قوي ند للنادي الاهلي، لا لو النادي الاهلي كان بيلعب مع الزمالك كان داس على وشه واداله ثلاثة مرتاح. لا تقول لي لا كتاب تاريخ ولا كتاب جغرافيا يا غراب. كمل. وما تحسبهاش بعدد البطولات. الزمالك بالظروف اللي عاد مر بيها على مدار تاريخه يحقق هذا الرقم من البطولات والتركيز ده اعجاز صح. واتحدى لو منافس نادي الزمالك مر بربع الظروف اللي مر بيها نادي الزمالك على مدار تاريخه وكان يقدر يحقق نص البطولات اللي حققها نادي الزمالك، والله العظيم ما يقدر. اتحدى والله. لكن الزمالك في كل الظروف في كل المشاكل وكل الازمات وكل حالات عدم الاستقرار والحجز عن الارصده. استنى يا بنت، هو مين اللي اداكم كاس الاحتواء وبروتوكول عصام هناك السنه اللي فاتت واللي قبلها؟ السنه بتاعت لبيب لما مشي مرتضى منصور قالوا له بص علشان نقول للجماهير المتمسكه بمرتضى ادينا جبنا لكم دوري علشان ما تتكلموش، اهو مرتضى دي 7 سنين قاعد وما خدش دوري. والمره الثانيه لما شيكابالا قعد يبكي لعمرو اديب وقال له بص هتشوف السنه اللي جايه هيعملوا فينا ايه، وبرده خدوها بالاحتواء، ضربت جزاء على الكيف، اهداف صحيحه تتلغي للنادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي يعني بقى فاطن للدرس او تعلم الدرس انه ياكل النجيله من بدايه الموسم، وحتى لو في ظلم تحكيمي هنعدي الفرصه لاي حكم متربص او حكم قابض او حكم متوصي من مسؤولين معينين ان هو يخدم نادي الزمالك ويوقع النادي الاهلي. انما ما تقوليش في ظل مش عارف ايه، هو مين غرقكم؟ مش مرتضى. هو مين حجز على اموالكم؟ مش ممدوح عباس. هو مين شكى مرتضى؟ مش عشان لسانه الطويل وقله ادبه على الناس. لو واحد حافظ لسانه في بقه حد هيقول له انت بتعمل ايه؟ محدش هيكلمه. مرتضى هو اللي جاب من الطين وحط فوق دماغه ودماغ نادي الزمالك، مش حد غريب.
مرتضى منصور مش هو اللي ليه مديونيات عند اتحاد الكوره، او اتحاد الكوره ليه مديونيات عند مرتضى منصور او نادي الزمالك مقدره ب 88 مليون جنيه ما تدفعش منهم ولا مليم؟ وتقول لي يا عم كمل يا عم كمل يا جراب كمل. ايه ده الرئيس مش موجود والرئيس موجود ويحقق النجاح ده مش النهارده، فترات طويله جدا. فالزمالك بطل كبير جدا جدا جدا، وجوده في اي حدث وفي اي مباراه يشرف ويكبر ويعلي مهما كان في معلق، حتى لو كان بقيمه الكابتن مدحت شلبي. لكن يا كابتن مدحت ما ينفعش الحرامي، معلش انت عشان برضه يعني انت حسك متوافق مع اللي انا قريته، هعرض لك حاجه وترجع من عند ما توقفت. يعني وقفت عند مدحت شلبي هعرض لك حاجه نشوفها دلوقتي مع زميلنا مدحت عفيفي، وهرجع تاني مع استاذ ماجد جروب. علشان شلبي بيقول افضل مباراه في التاريخ، والله العظيم افضل مباراه، بس بعد المباراه بتاعه النادي الاهلي لما غلب نادي الزمالك في السوبر، ها كانت 4-3 فاكرينها، او كان في كاس مصر ولا السوبر وقتها لما النادي الاهلي غلب الزمالك 4-3، ده كان افضل مباراه جمعت في الدربيات ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، دي بعدها على طول، لان مباراه نديه ومباراه حماسيه ومباراه فيها خد وهات، ما فيهاش طرف قوي وطرف ضعيف. ففعلا مدحت شلبي عنده كل الحق ان المباراه دي قويه وقويه جدا وممتعه جدا. انت بقى ايه اللي حرقك؟ عشان قال للمصور ما تجيبش الخناقه، ما تجيبش الخناقه والاشتباك عشان واحد تافه المفروض كان عنده ازق ودم لما لاعب من عندنا يقع نطلع الكوره، مش نجري عشان نجيب هدف، نجري عشان نعمل هجمه، نجري علشان يبقى ما فيش روح رياضيه، احنا كنا بنطلع لك الكوره، تيجي انت عايز تجيب فينا جول؟ عايز تعمل حركه مش رياضيه؟ كمل يا عم كمل. يا كابتن مدحت انت بتعلق على مباراه كلنا شايفينها، مباراه ديربي زمالك واهلي، الزمالك هو بطل الدوري اخر موسمين، يعني ده تاريخ اتحفظ مش تقدر انت تنكره، مش تقدر انت تغيره. غياب الزمالك عن هذه المباراه وما يبقاش في ديربي قوي بقيمه الزمالك والاهلي، والاهلي الديربي الاشهر في القاره الافريقيه وفي الوطن العربي، اكيد اتاثر تسويقيا وتاثر جماهيريا وتاثر على كافه الاصعده. لكن تيجي وانت كابتن مدحت ببساطه شديده جدا انت عارف ايه اللي اتاثر يا دي غراب؟ الرعاه الغلابه اللي كانوا بيرعوا نادي الزمالك ومرتضى طفشهم. الحركه دي خلت الرعاه طمطم، ازاي انا راعي نادي الزمالك والاسم هيطلع في على التيشيرت او اسم المنتج بتاعي او اسم الشركه بتاعتي هيظهر على الشاشه امام الملايين، وانت تمنعني وتحرمني وانا بدفع لك فلوس على الرعايه دي؟ عرفت ليه الرعاه بتهرب من نادي الزمالك ومن مرتضى؟ علشان القرارات الجنونيه اللي بيتخذها وبتخسره وبتخسر فريقه بدعوى الحفاظ على كرامه نادي الزمالك، على الرغم ان هو بيحافظ على مكانته ومكانه في نادي الزمالك، لان لو الزمالك اتغلب الجماهير هتهيج عليه وهتديله فوق دماغه. جماهير نادي الزمالك نفسها كانت خايفه من المباراه، كانت خايفه من التحفيل اللي هيبقى عليهم من النادي الاهلي. واقول لكم على حاجه، اي مباراه تجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك هتلاقي مرتضى قبلها طالع يعمل اي فيلم هندي علشان يهرب من المباراه، ما بيقدرش يقابل الخصوم القويه، اي خصم قوي بيهرب منه وبيقول اي كلام. كمل يا غراب. يوصف اللي حصل من لعيبه النادي الاهلي وبيحلف المخرج بالنادي ان هو ما يعيدش، مشهد اعتقد ان هو حديث العالم، ومشهد بيظهر قد ايه ان نادي الزمالك كان عنده بعد نظر، والمستشار مرتضى منصور كان عنده بعد نظر. انا مش هلعب، انا مش هشارك في المسرحيه الهزليه دي، واللي حصل من حكم المباراه ومن حامل الرايه بيؤكد هذه المسرحيه الهزليه.
يعني ايه 4 لعيبه من النادي الاهلي؟ اقول لك بسم الله. احنا خلينا في البدايه مروان عطيه وحمدي فتحي وعلي معلول وحسين الشحات بيجروا على لاعب واحد من بيراميدز محمد الشيبي اللاعب المغربي، واللاعب بيتحامى في حامل الرايه لكن ولا حد شايف حاجه، وعلي معلول يجيب اللاعب من رقبته مفيش اي مشكله، محمد الشناوي يخرج من بره مرماه ويجري لغايه الرايه الركنيه خارج الملعب ويعمل 3 حركات 3 اعتداءات كل اعتداء منهم يستوجب تحويله فورا للجنه الانضباط. الشناوي اول ما خرج بره الملعب دفع احمد توفيق بايديه الاثنين بدون كره. الشناوي بعد ما دفعه بايديه الاثنين الفيديو موجود رفع بأسفل البطن بحركه لا اخلاقيه بحركه لا اخلاقيه. يا غراب ده شيكابالا كان بيعمل حركات قذره في الملعب ومحدش بيقول له انت بتعمل ايه. امام عاشور عمل حركات قذره ومحدش قال له انت بتعمل ايه. خناقات مع حكام، تشويح لحكام، ده انتوا اللعيبه بتاعتكم كانت بتضرب في بعض وبتتخانق مع بعض في ارض الملعب، جاي انت تقول لنا حركه لا اخلاقيه؟ يا ده انت هربان ويعني ومنسحب. مالك انت قطبي الكره المصريه بتلعب مع بعض؟ انت مالك قطبي الكره المصريه؟ الاهلي وبيراميدز بيلعبوا مع بعض، انت مالكش دعوه، خليك في حالك، خليك في رابع الدوري، ده انت مش عارف تطلع الثالث يا ريس، يعني اخرك الكونفدراليه لو استمرت على كده، شد حالك شويه واطلع فوق بدل ما المركز الرابع يروح منك وتلاقي فرقه تانية دخلت افريقيا مكانك والكونفدراليه مكانك وانت هتبقى في المنطقه الدافيه بتعاني. جاي بتقول الشناوي مش الشناوي وعمل وسوى. الشناوي يستحق انذار اصفر ومعلول كارت اصفر، والواد اللي عمل المشكله ده يستحق كارت اصفر. كل اللي حصل ده دي مشادات بيحصل قدها مليون مره في الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الزفت اللي على دماغك، ومع ذلك الحكم ما بيطردش، الحكم بيكتفي بالانذارات. بس انتوا من جواكم في نار، نار مش علله، والنار دي مسمعه فوق. ما هو النار لما بتبقى قاعد عليها فلما بتسخن انت بتسخن من كتر القعده على النار، فالنار دي بتشعل فبتضرب في النافوخ، فبالتالي الكلام بيطلع من غير ترجمه، من غير فلتره، من غير ما حضرتك تبقى متحكم فيه، فبيطلع زي ما بيطلع. فانت بصراحه يعني كتر خيرك، كتر خيرك. ما ينفعش تتقال على الشاشات. وبعد الحركه دي ركل وده للاثنين لعيبه كان توفيق وكان محمد الشيبي. الغريب والمريب ان ده كان تحت اعين محمود البنا وحامل الرايه، الاثنين شايفين. انا بسال سؤال، هل كان في فار في المباراه؟ حد شاف في المباراه لقطه واحده ان في تشيك فار؟ حد شاف في ضربة الجزاء بتاع محمود كهربا اللي أي حكم في العالم واضح جدا 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 إن كهربا، على فكرة أنا فاهم يا الزميل إسلام صادق، أنا مش عارف احتياجي مع إسلام، يعني إسلام أخويا الحبيب، بس كل حلقة هنا لازم يكون إسلام عامل. الأول قبل ما أجيب الواد مسلمة الكذاب ده هنرد على موضوع ضربة الجزاء ده، أنا عايز أقول لكم على مفاجأة، إن حسين الشحات كلكم شايفين إن ضرب إن كان في ضربة جزاء، بس حضراتكم بصيتوا على الإيدين لكن ما شفتوش علي جبر عمل ابرج ليه في حسين الشحات. انا شفتها بقى من كذا زاويه، من الزاويه اللي ورا المرمى والزاويه اللي في مواجهه المرمى، والله العظيم دي كارثه ان ما تتحسبش ضربه جزاء. تاني حاجه الكوره بتاعه النادي الاهلي، الواد احمد سامي ضربه برجله الشمال في فخده الشمال، يعني انت تعرف الكوره ما تتحسبش امتى ضربه جزاء؟ لو اللاعب طبعا ما ينفعش انه ما يعملش انه يعمل اعاقه، يعني لازم يستخلص الكوره دون ارتكاب اي مخالفه، ومع ذلك هو ما لمسش الكوره اصلا وضرب برجله الشمال في فخده، فضربه الجزاء صحيحه 100%، والمفروض علي جبر ينطرد في المباراه في اللعبه الاولى بتاعت الهاند بول لما رفع ايده، اللعبه الثانيه كان واخد انذار وانذار ثاني، وكمان في ضربة جزاء لحسين الشحات ما اتحسبتش، ضربة جزاء 100%، أنا لولا بس موضوع الحقوق كنت جبت لكم اللقطة متحركة، بس أنا ما أقدرش أجيب حاجة متحركة علشان حقوق الملكية بتاعة قنوات أون تايم،
لان دي حق من حقوق اون تايم، وانا ما عنديش الملكه ان انا اخد حاجه مش بتاعتي، اخد حاجه في القناه بتاعتي لازم ابقى واخد اذن رسمي واذن كتابي من القناه ان انا استعين بهذا المحتوى، وده مش شأني. بس حضراتكم لو رحتوا على قناه اون تايم وشفتوا الحالات التحليليه والشناوي جايب الكره من قدامه من ورا، بص على علي جبر رجليه مش ايديه بس، يعني ايديه كملت المصيبه والكارثه اللي عملتها رجل اللاعب. رجل اللاعب يعني عارفين لما تبقى واخد حد كده اهو، يعني مقص مقص حراميه بالظبط كده، مقص حراميه واخده حسين الشحات، ومع ذلك بيتكلم على الحكم والتحكيم. انا عمري ما شفت فجر اعلامي زي الفجر ده، عمري ما شفت تضليل ولا تدليس زي الناس دي. كمل يا عم ونشوف الواد مسيلمه الكداب عشان لو ارد عليه رد برضه يرجعوا دلوقتي. عامل ترند الناحيه الثانيه دايما متوافقين مع بعض انا هو، ففيديو حالا دلوقتي اسلام كان عامل لايف بيأكد فيه والعوده على اسلام صادق طبعا الزميل المحترم، يا ريت والله لو معانا الفيديو تعرضوه لو معانا. اسلام بيأكد ان كان في اتفاق على الغاء الفار، كلام عن وصيه اسلام صادق، واسلام صادق لما يتكلم عن اتحاد الكوره مفيش صحفي في مصر يتكلم عن اتحاد الكوره. لما اسلام صادق يتكلم عن اتحاد الكوره مفيش صحفي في مصر ليه يا ام اسلام صادق قاعده في اتحاد الكوره ولا مراته ولا بنته؟ ما تفهمني ليه لما اسلام صادق يتكلم على اتحاد الكوره محدش يتكلم؟ ليه يعني؟ مين هناك قاعد بيبلغوا الاخبار؟ ما عايزين نعرف، ولا هو مش عايز يقول مين هناك بيقول له؟ حد اتفق على ان الفار ما يبقاش موجود في المباراه. اذا كان في بدايه المباراه جايبين بتوع الفار قاعدين وفي بدايه المباراه على طول، لما بيقول لك ايه الواد غراب بيقول لك ده حتى في ضربه الجزاء الحكم ما راحش يتاكد منها. ما هو يا غبي يا غبي يا غبي، لما بيروح عند الفار بيبقى جاي بقرار من الحكم بتاع الفار بيقول له تعالى، لكن لو قال له ما تجيش هقول له لا انا جاي بالعافيه. بس الناس دي بتاكل عيش، الناس دي عارفه هي بتعمل ايه، الناس دي بتكذب وعارفه انها بتكذب، بس المتلقي اللي بيصدق الكلام ده يبقى يستاهل اللي يجرى له. كمل يا كريم. دي شهاده لله. فقال ان اتحاد الكوره اتفق مع المسؤولين على المباراه ان تقام بدون فار بناء على طلب الاهلي. ده بياكد كلامه لان فعلا احنا ما شفناش. لا شوف بقى خلينا مهم، انا بقول لك على الحاجات اللي حصلت في الواقع. والمباراه المصري كان في فار ولا لا؟ عاوزين نعرف الحقيقه فين؟ ليه حكم المباراه محمود البنا ما راحش شاف ضربه الجزاء بتاعت كهربا؟ ليه ما شافهاش في الفار؟ خاصه ان هي ضربه جزاء مشكوك في صحتها تماما، زائد ان في حالات ثانيه شايفين؟ والله العظيم وحياه ربنا في لساني شويه ردود عليه، بس ما اقدرش اقول الردود اللي انا ممكن اقولها عليه والكلام اللي ممكن اوصفه بيه. يعني جمال الشريف الحكم الدولي ما بيعرفش يحكم، وانت يا غراب طالع تقول يا راجل ده جهاد جريشه قال انها ضربه جزاء، جهاد جريشه قال انها ضربه جزاء، جهاد جريشه الزمالكاوي، جمال الشريف قال انها ضربه جزاء، سمير عثمان قال انها ضربه جزاء، الشناوي قال انها ضربه جزاء. انت لو جبت مرتضى، لا بس مرتضى ما بيفهمش في الكوره، لو جبت اي حد زملكاوي بيفهم في الكوره هيقول انها ضربه جزاء. يا لهوي كل ده حرقان يا جماعه، ارحموا بواسيركم، حرام عليكم، ده كده هيحصل لكم انفجار والتهاب غير عادي، مستحيل ان انتوا تكونوا طبيعيين. لا لا لا، اللي حاصل لكم ده نتيجه التهاب شديد بصراحه. كمل يا غراب. في 100 علامه استفهام. الشناوي مش بس ان هو يستحق طرد، لا الشناوي يستحق ان هو يروح لجنه الانضباط، لكن هيروح لجنه الانضباط يعمل ايه؟ هي لجنه الانضباط عملت ايه مع كهربا؟ طب لجنه التظلمات عملت ايه مع كهربا؟ ده الغريب ان علي معلول اللي جاب اللاعب من رقبته والصوره اللي كانت موجوده ما بينه وما بين اسلام عيسى حديث العلم وليس لها علاقه بكره القدم وليس لها علاقه بالروح الرياضيه، هذه تفسيره علي معلول. انا لو حكم هدي الكل اللي واقفين دول انذارات صفر كلهم بلا استثناء، كله ياخد انذار اصفر عشان ما يبقاش فيه مشادات تاني ولا يبقى فيه يعني شد وجذب. الاساس المشكله والرد الفعل، يعني السبب ورد الفعل. الكابتن الشناوي وسمير محمود عثمان لما كانوا بيحللوا الحالات التحكيميه ما حدش جاب سيره معلول،
لما الشناوي كابتن الشناوي بص بص الصوره دي. ما عنديش صوره. ما في صوره ثانيه عند كام؟ انا عاوز اشوف الصوره. في صوره محمود البنا وحامل الرايه الاثنين شايفين الفريق شايفين ومحدش فيهم طلع كارت للشناوي ومحدش طلع لكارت اللي علي معلول. بتتكلم على طرد مباشر لان ده سوق سلوك. لكن خد الاغرب حصلت قبلها لسه في من شويه يعني الشناوي لسه مطرود في ماتش لا كورونا يا جماعه لا سموحه سموحه مش مطرود لانه ده لا ده كده لا واخد ثلاث ماتشات ثلاث ماتشات دي دي النقطه اللي بتتكلم عليها ماجد ان ادي يعني اللي على اثناء الاعتداء ده بمباركه وتحت اشراف وتنفيذ واخراج سياده الباشا الحكم وسياده الحكم وسعد الحريم. الصوره اللي امام المشاهدين اللي امام الراي العام دي 100 علامه استفهام. الصوره دي فيها ايدين الحكم المباراه والحامل الرايه حكم المباراه وحد راجع مع الطياره الحكم بيقول اسلام صادق حكم المباراه والمراقبين على علامات حكم المباراه والمراقبين ورئيس اتحاد الكره كانوا موجودين مع النادي الاهلي على الطياره. هل هذا يستقيم؟ يعني احنا هنقعد خمس ساعات مع بعض هنتكلم اكيد وايه بقى؟ لما قبل ما يسافروا خالد بوتجل قال لك اكدوا لنا ان مفيش اي حاجه. هل ولا انا اعتقد قالوا برضه قبل البتاع هل الرياضه المصريه اسلام قال حاجه ثانيه؟ انا عايز والله اكد لك كلامك يعني انا برضه اسلام صادق برضه ايه وعشان انا اسلام ده ربنا يستر عليه والله العظيم انا عمال يقول حقيقه دلوقتي. اسلام قال لك وما دام اسلام قال انا بقول لحضرتك ان التقرير اللي هيوصل لجنه المسابقات هيطلع زي ما اسلام صادق قال. ايه اللي اسلام صادق واحمد يعني احمد عقبه قبل كده قال واحده واثنين وثلاثه هم قالوا صح. كان شروط طلع طبعا هذا كله طلع صح. اسلام صادق اقوى من الاثنين في اتحاد الكوره فقال لك ان اسلام معانا. طب بس خلاص مش جاهز ولا مش جاهز؟ يلا نتفرج يلا ودونا لاسلام صادق شوف روح نروح نشوف الزميل اسلام صادق. طبعا على الاستاذ محمود البنا مش هيكتب حاجه في تقريره في الاحداث اللي حصلت. اللي هو كتب الانتظار ده لكن ما حصل خلال ما حصل مشكله ولا حصل ازمه ولا في اي مشكله. ممكن يحصل بقى في قرارات من لجنه المسابقات دي على انتظار لكن هو بينتظر طبعا تقرير مراقب المباراه وتقرير حكم المباراه. المفاجأة الأخيرة في مباراة الأهلي وبيراميدز أن تقنية الفيديو الفار لم تكن مفعلة في مباراة السوبر. ثاني المفاجأة الأخيرة في مباراة الأهلي وبيراميدز اللي كان فيها النادي الأهلي في لقب السوبر أن تقنية الفيديو الفار لم تكن مفعلة في المباراة بناء على طلب من اتحاد الكرة. ثالث تقليل الفيديو الفار مش مرشح في مباراة الأهلي مع بيراميدز بصراحة. وقال لله في تقنية الفار بالمرة عشان قبل كده برضه محلل عندهم طلع قال لك يا جماعة الخير يا سيادة المصريين على اتحاد الكورة يا الناس بتوع التطوير. استنى يا دنت اسلام صادق او مسيمه الكذاب طلع قبل ماتش النادي الاهلي مع بيراميدز قال لك نص جماهير النادي الاهلي رجعت التذاكر بعد انسحاب نادي الزمالك من المباراه. وهنا شفنا الجماهير بتاعه نادي الاهلي يعني كانت عامله ازاي. طالع اسلام صادق يقول لك ما كانش فيه فار. طيب ده لو ما كانش فيه فار يبقى عشان احتواء بقى نادي بيراميدز اللي وافق انه ينقذ الموقف بعد هروب نادي الزمالك. والدليل على كده ضربه الجزاء بتاعت حسام الشحات اللي ما اتحسبتش ده دليل على عدم وجود فار. الانذار الثاني وطرد علي جبر ده يدل ان هو فعلا ما كانش فيه فار. يعني اذا انت عندك حالتين جدليتين كانوا للنادي الاهلي كفيلين ان هم يخلصوا المباراه. ضربه جزاء ليه حسام الشحات وطرد ليه علي جبر الاثنين دول كانوا خلصوا المباراه تماما. ممكن اسلام صادق يكون موجود بس كان الغرض من هذا الامر هو النيل من النادي الاهلي مش مجامله النادي الاهلي. والدليل على كلامي ان النادي الاهلي ظلم تحكيميا. اما بقى الخناقه اللي حصلت دي فدي تستدعي انذارات اصفر لكل العيال كل اللعيبه اللي كانت في الخناقه. غير كده بلح وكلام وهري كتير. كمل يا دكتور. يا شباب الرياضه يا رئيس اتحاد الكوره
نكمل كده. طب ما تيجي نشوف مرتضى منصور كان بيقول ايه على اسلام صادق من امتى؟ من حوالي شهرين بالظبط. نسمع كده مرتضى قال ايه على اسلام صادق. اولا قبل ما اتكلم في الموضوع اللي كنت عايز اتكلم فيه عايز اقول لاي اسم اسلام صادق بطل كذب وقله ادب. بطل كذب وقله ادب. ثاني بطل كذب وقله ادب وطيان. وانا هكلم الاخ المحترم اللي هو رئيس مجلس الاداره اسمه الاخ المناوي اسمه ايه؟ اللي هو رئيس مجلس الاستاذ عبد اللطيف المناوي. بقول لك انت عيل كذاب. انت عيل كذاب يا اسلام يا صادق. انت عيل كذاب ولازم تتشد من نقابه الصحفيين لانك بتطلع اخبار كذب. بص يا سيدي تصاعد ازمه فتوح وجمعه مع المنشطات. النادي تهدد بايقاف لعيبه الزمالك حاله عدم خضوعها للتحاليل. هات لي بقى الجواب الكلام ده. يا كذاب هاتي جواب الكلام ده. ده فين الكلام ده؟ انت بتختم على مين يالا؟ ولا انت بتختم على مين يالا يا كذاب؟ قلت لك قبل كده 100 مره بطل كده وبطل التزام. اول ما ردتش عليك في التليفون عشان حجمك الطبيعي انك لا تساوي جنيه تروح منزل الاخبار كلها كده. خطاب رسمي للجبلايه وربطه بمنع مشاركه لاعبين. عايزين نشوف الخطاب. وروني يا كذاب. وروني قليل الادب. وروني انت بتقبض من مين؟ ولا ايه بنت ياسمين؟ عبد العزيز اللي خلق الراجل صلاح صاحب الجرنال اللي هي دايما في النادي الاهلي على طول. بتصلصك تقل ادبك علينا. كنت راجل ورينا الجوابات. اول مره يا ابني راجل ده انا بقول لك اهو. انت لو راجل طلع جوابات. النادو خلاص طلعوا صح. انت راجل انا بسألك انت راجل. ده خبر اللي بتخلونه في سن ده. مين ده؟ اعلامي بقبارة ايه داري؟ ما انا هدي للجزمة اي حد يقل ادبه. النظام بتاعنا كده اللي يقل ادبه ياخد بالجزمة. يعني انا تطلبني الصبح ما ردش عليك تروح ضايق الخبر ينزل بكرة. ده صعد عزمة فتوح وجمعة مع المنشطات. النادي وشاهدة إيقاف لعيبة الزمالك في حالة عدم خضوعها للتحاليل. ليه؟ هما زي لعيبة النادي اللي أنت بقى ماشي وراه عامل نفسك زملكاوي يالا؟ تاني أنا يعني أهو القصة انتهت إلى الأبد. وبعدين عايز أفهمك حاجة يالا يا غبي. أفهمك حاجة. هو أنا واخد منشطات واخد مخدرات واخد ضبط الدين. تمام. وانا كنت في الملعب في السكور. انا مش موجود اساسا خالص. مش فاهم انت بطل. انا بطل وساخه. مفيش حدث اساسا. بقول لك تاني بطل وساخه. ولا يا اسلام وايه على فكره انا وراك في القناه هناك الاخ نشأت دي وكلهم ناس محترمين. طبعا بطل. بقول لك تاني بطل وساخه. طيب اطلبني الصوت ما ردش عليه لانه كذاب. لانه كذاب خلاص. بعد 5 دقايق يروح ضارب لك عنوان احداثك كبير لانك تروج اشاعات كاذبه. تاني انت بتروج اشاعات كاذبه. انت بتروج اشاعات كاذبه. ليه؟ لانك انت صعب ازاي يا جماعه. ده صعب ازاي حد يفهمني يكتب رئيس الناس ده في ليه ما ردتش عليك؟ عشان انت كذاب. انت كذاب. ولو انت ما طلبتنيش النهارده ما ردتش عليك اطلع قول. انت راجل اطلع قول. انما يا جماعه الشغل وساخه وقله ادب. وبعدين ايه بقى؟ الاهلي حدد موعد سفر المغرب مشاركه في المونديال. محمد الضاوي وعبد الفتاح شغال في التدريب. ده الاهلي. ده سيدكم. ده سيدكم الاهلي فاهم؟ وياسمين بحذاري. اوعى تنسي لما تجيلي عشان معرفش كان اسمه ايه اللي كان كفايه لغايه كده. ايه رايكم في راي مرتضى منصور في اسلام صادق اللي دلوقتي قناه نادي الزمالك بتستعين باسلام صادق علشان يضرب لها اخبار على النادي الاهلي؟ هو المصالح بتتصالح ولا ايه؟ هو انت اتصالحت مع مرتضى اللي كان بيهزقك وبيديك بالجزمه فوق دماغك ولا ايه يا اسلام؟ كمل يا بيه. طلب المساعده دكتور التحكيم
النادي الاهلي ما استفادش من تقنيه الفار وخسر الدوري مرهون. لا كان يخسر التاني كريم، ده كان لازم ما يكونش فيه فار في السوبر عشان السوبر يروح مطرح ما هم عايزين. لا دي واحده بس يا كريم، الاسلام قال كلام شديد الاهميه لكن يعني القنبله الحقيقيه هيطلع صح. لا لا القنبله الحقيقيه ده بيقول لك ايه، بناء على طلب اتحاد الكوره على استعداد الاهلي من الاهلي للاتحاد وبعدين الاتحاد طلبه من الناس المسؤوله. ماشي انا بقول اه على كلام اسلام. ماشي انا على كلام اسلام. ماشي بناء على طلب اتحاد الكوره اللي هو ايه كان بيطلع لك في بيانه يقول لك ايه اتحاد الكوره على يبقى اتحاد الكوره كان قصد انه يوقع الاهلي ويخلي بيراميدز ياخد بطوله، لان مين اللي اتظلم في المباراه الاهلي ولا بيراميدز؟ الاهلي، لان الاهلي في ضربه جزاء ما اتحسبتلوش وفي طرد على بيراميدز ما طردش اللاعب، انما الخناقه اللي حصلت دي كلها انذارات صفراء، اديهم كلهم انذارات صفراء، لكن ما فيش حد هيضطرب، ده خناق شد وجذب ما بين العيال، لكن شغل الحلمبوحه اللي عاملينه ده عيب. ولما غراب ما بتفهمش في الكوره، طب اقول لك على حاجه، طب ما في حاجه سهله، ما بدل ما انتوا عمالين تهروا وتنكتوا ما تجيبوا ياسر عبد الرؤوف على التليفون وتسالوه، مش انتوا قناه ومتعاقدين مع الراجل الحكم ده؟ طب قال لك الايه، قال لك اسالوا اهل الذكر اذا كنتم لا تعلمون، اسالوا الراجل المتخصص في الامر، لكن انتوا تهروا وتلكلكوا عشان عارفين اللي انتوا بتقولوه كذب، لو جبتوا الخبير التحكيمي هيكسفكم وهيقول لكم كلام ما يعجبكمش، زي ميدو اما طلع وقال ان نادي بيراميدز خسر كوره، ان النادي الاهلي كسب كوره، والنادي الاهلي له ضربه جزاء ما اتحسبتش والمفروض علي جبر ينطرد. كمل يا غراب من نقله. المسافه واحده من الجامع سلمني على المسافه الواحده، لما طلعت اخبار ان تحويل الشناوي وعلي معلول للجنه الانضباط الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم اول واحد طلع قال لك لا ما فيش اي حد هيتحول للجنه الانضباط بسرعه. ما هو يحضر لك مع الطيار حول ازاي لجنه الانضباط يا كريم وهو في جهبذ. انا لغايه دلوقتي انا في اثنين جهبذه عاوز اعرفهم في اتحاد الكوره، عاوز اعرف مين الجهبذ اللي فصل العقوبات ما بين بطوله عن الثانيه، عاوز اعرف مين الجهبذ اللي خد القرار ده وحط اللائحه دي يعني. عشان انت جاهل، كل بطوله منفصله بذاتها، واتحاد الكوره بينظم بطوله ولجنه المسابقات بتنظم بطوله. واللي انا عايز اقوله لك حاجه، لجنه البتاع ده ولا هي رابطه الانديه بتنظم بطوله، كل بطوله خاصه ليها لوائح وليها قوانين. انا دلوقتي بلعب في كاس مصر، اتطردت من كاس مصر، اقف لف الدوري او يتم ايقافي لف الدوري، هو انا كنت بلعب في الدوري؟ انا كنت بلعب في كاس مصر، يبقى العقوبه تطبق عليا في كاس مصر لو ليا مباراة 2-3، ولو دي اخر مباراة تطبق عليا في كاس مصر، كاس مصر السنة اللي جاية. والدليل على كلامي لو النادي الاهلي بيلعب في نهائي افريقيا واتطرد من عنده لاعب بيتوقف اول مباراة له في افريقيا القادمة، اول مباراة له. بس الناس دي لا بتفهم في لوائح ولا في قوانين ولا في لعب ولا في نظم ولا في، دول جايين يشتموا في النادي الاهلي ويشككوا في البطولات اللي بياخدها النادي الاهلي، هما بيتقاضوا اجر علشان كده. شوف احنا بنحكي في قد ايه، ودي قناه نادي الزمالك، جابوا سيره الزمالك بجمله مفيده او غير مفيده، قالوا اي حاجه على نادي الزمالك ولسه الفيديو مكمل. فالناس دي متسابه باذن من الدوله، بس القناه دي بتاعت الدوله، اوعى تفتكر ان القناه دي ملك نادي الزمالك، القناه دي ملك للمخابرات العامه المصريه. هي وقن والقنوات دي كلها تبع المخابرات، مش قنوات كده بتاعت اشخاص، لا يا فندم، القناه دي ملك للدوله، الدوله هي اللي مطلعاهم ومسخراهم يقولوا الكلام ده. الهي الناس، خليهم يتكلموا في الكوره، الهي يا عم الناس عن التعويم وعن الدولار وعن الغلا وعن الكوى، خليهم خلي الشباب يتكلم في الكوره، خليهم يطحنوا في بعض وياكلوا في بعض. خلي الناس ملهيه. هي دي التيتا. كمل يا عم كمل. يعني ان لاعب يتوقف في الصوره، يعني تخيل مثلا لو الشناوي اتحول للجنه الانضباط وخد له عقوبه، يفضل بقى ايه لغايه اما يعتزل الكوره ومش عارف ان خلاص يقعد 12 سنه ما يلعبش الصوره، ينفذها تمام واحفاده يتوارثوا العقوبه. ادي حاجه، انا عاوز اعرف مين الجهبذ اللي صاحب القرار ده، الجهبذ الثاني لغايه دلوقتي الاهداف بتتفسر، يعني الجهبذ الثاني مين لغايه دلوقتي صاحب قرار وقفه؟ هو يا جهبذ يا جهبذ يا ابن الجهبذ، هو مش اللوائح والقوانين بتطبق على كل الفرق ولا على النادي الاهلي بس؟ ما هو لو في لاعب من الزمالك اتطرد في كاس مصر هتطبق عليه العقوبه في كاس مصر بس، مش هتطبق عقوبه عليه في الدوري المصري.
هي هو النادي الاهلي بيلعب لوحده في الدوري ولا في الكاس؟ هو مش بتلعبوا انتوا معاه وباقي الانديه يا جهبذ؟ كمل يا عم كمل. لنادي الزمالك انت تعرف لغايه دلوقتي مين؟ حد يعرف لغايه دلوقتي مين؟ تعالى بس مش ما ينفعش كده. لازم نعرف الزمالك مصر كلها عارفه الزمالك ده حاجات كده يعني الزمالك ليه حق وانا مختلف بس مع الزميل عبد الشافي صادق لما قال لك ان في عتمه. لا هو في ظلم لكن اللي عمله نادي الزمالك في مباراه الشوكر ما تفهمش طاقه نور والحق هيجي طالما وراه بيصنعوا من الانسحاب والهروب بطول. عمرك شفت كده؟ بس جماهير نادي الزمالك تستاهل اللي بيحصل لها ده. الجماهير اللي مغيبه ومغمضه عينيها وماشيه زي القطيع تستاهل الاعلام المضلل ده. كمل يا عم. مليون مطالب ومطالب على راسهم المشرفين اكيد. لا شكلي شفت ازاي تصريحات زميل اسلام صادق ويعني ده مؤشر يعني مش خطير. احنا كده خلاص احنا وصلنا لليفل الوحش وكده اللعبه اتقفلت. شكرا والسلام عليكم البقاء لله وتصبحوا على خير. بلاش حلقتكم. يعني عاوز اقول لحضرتك حاجه. لما يطلع رئيس الاتحاد ويقول ان مفيش حد هيتحول لجنه الانضباط يبقى على عليها العوض. يعني احنا شفنا احداث هو ما قالش مفيش حد هيتحول للجنه الانضباط. هو قال مفيش اي قرارات طلعت من لجنه الانضباط. افهم تصريحات الراجل قالت ايه. ما تقلفش وتحور الكلام. وقال لك في تقرير حكم. لو الحكم ادان اي حد في تقريره خلاص يعاقب اي حد يعاقب. يعني ما عندناش حد كبير. لكن شيكابالا يعمل الحركه القذره يسقفوا له وتقول له الله عليك ده انت بتاخد حقك بدراعك بعد ما كانوا جماهير النادي الاهلي بتشتمك. قدامنا شفنا تفاصيل قدامنا. علي معلول اللي اعتدى بالضرب وضرب ايد الحكم يعني حامل الرايه تعرض للاعتداء من علي معلول. طب هل هيتم ايقاف علي معلول؟ هل هيتم احاله لجنه الانضباط ولا هيستنوا يعني كهرباء قعد 4 شهور؟ هل علي معلول هيستنوا لغايه 20 30 يكون بطل كوره عشان ياخدوا عقوبات ضده؟ حد يطلع يقول لنا. الحاجه الثانيه انا مش شايف ده كريم ان هو جديد عليه. لما حد يطلع يقول لك غض البصر على النادي الاهلي تبقى تقول ايه؟ ايه يا غض البصر حضرتك يا فندم؟ يعني ايه لاعب يسيء لجماهير ولاعب يقول الفاظ حادشه للحياه واغض البصر على النادي الاهلي؟ لا ده 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 يعني انا شايف المبادئ والقيم تتجزا. لما اشوف كمان اعلام نحاس اعلام ما فيهوش عداله. لما واحد يطلع يقول لك افضل انا شايف المبادئ والقيم تتجزا. لما اشوف كمان اعلام نحاس اعلام ما فيهوش عداله. لما واحد يطلع يقول لك افضل كاس سوبر شفته من 20 سنه انا مش هلوم عشان فرق السن وراجل كبير في السن فممكن يكون الذاكره عنده بدات تتاثر. لكن ده يخليني اقف عند مشهد يعني مشهد غريب جدا يفكرني بروايه نجيب محفوظ القاهره 30 لو انت فاكرها اللي هو محبوب عبد الدايم الراجل الانتهازي واللي ساخط والمبادئ والقيم وكل حاجه. هل محجوب عبد الدايق؟ فعلا اعلام الزمالك بيتحدث عن نفسه. فعلا انتوا بتمثلوا دور محجوب عبد الدايق بالظبط. انت فعلا اصبت في تشبيهك لنفسك والجماهير نادي الزمالك والاعلام نادي الزمالك لمرتضى منصور بالظبط. انت فعلا اصبت. كمل. ايه هيبقى موجود كمان في الاعلام الرياضي؟ حد يطلع يقول لنا يا جماعه يعني بصراحه نجيب محفوظ كان عبقري في الروايه اللي كتبها سنه 46 واتعملت سنه 66 كفيلم عبقري على المجتمع. فالمساله بالنسبه لي ان الاعلام منحاز. طب الزمالك فين؟ طيب علي معلول ده خليه اقول مكانه امام عاشور او شيكابالا كان هيتوقف وتحول لجنه الانضباط. ما هو اتوقف ماشي. بقول لك لو علي معلول ده مكانه شيكابالا عمل الحركه القذره اللي عملها ومحدش قال له انت بتعمل ايه. حتى مرتضى منصور اللي المفروض يبقى فيه يعني ايقاف من ناحيته ويرسي مبدا الاحترام ومبدا ان هو رجل دوله ورجل قانون وما يهموش اي شيء غير الادب والاخلاق. لكن مرتضى منصور شاف اللي بيحصل وما عملش اي حاجه وكل اللي قاله ان هو بياخد حقه عشان الراجل اتظلم والراجل عنده نوع من انواع التنمر عليه من جماهير النادي الاهلي فقرر ان احنا ما نتكلمش معاه علشان هو بياخد حقه بدراعه. كمل يا عم. يعني
شيكابالا في الماتش بتاع امبارح ما حصلت في السوبر اللي فات اللي مرات في الدوله وحصلت ثاني يوم صحينا من النوم لان انا الخطوات كلها اشمعنى ليه يعني هل حضرتك ما انا عرضونا الصورتين ثاني زي اسئله واو بس يا كريم وعاوز اجابه والوزاره عايز يتكلم كده عرضوا الصورتين بس هل موجود في النظام الاساسي اتحاد كره القدم البطولات للاهلي ولاعبيه فوق القانون حد يقول لنا يا جماعه لازم العقاب يعني من امن العقاب اساء الادب دكتور فالمهم جدا ان انا حافظ على الروح الرياضيه حافظ على يعني الناس دي ليها سنين بتسيء الادب وبيكلمونا عن الادب ورئيسهم بيسيء الادب وبيكلمونا عن الادب كمل يا عم على الاخلاق بس انا خليها الكريمه في حاجه عاوز اتوقف عندها موقف الزمالك كان يتصدر المشهد الاعلامي في العالم كله هتقولي ازاي يعني لما قناه سياسيه اسمها سي ان ام تطلع تتكلم على الزمالك والظلم اللي بيتعرض له لدرجه والله سي ان ام حطت عنوان لكلام وبيان المستشار مرتضى منصور وكانه بيان حرب وكانه بيان حرب ردا على خطاب اتحاد كره القدم السي ان ام اهتمت بالموضوع فرنسا 24 تلفزيون فرنسا الرسمي البي بي سي انا الاي ار تي عفوا الاي ار تي اللي هي التلفزيون الروسي فلما الاقي المشهد الزمالك ومظلوميته ومظلمه الاعلام بالذمه بذمتك انت يا زملكاوي اللي بتتفرج على الفيديو او انت كاهلاوي بتتفرج على الفيديو شايفين وصل بيهم الحل لغايه ايه؟ يقول لك السي ان ان عرض مشكله نادي الزمالك، لا ده مش كده وبس، لا ده قناه روسيا اليوم وقناه فرنسا 24 بالذمه ده كلام يتصدق ده كلام يعقل، طب ما تجيب لنا الصوره كده ولا سكرينا من اي حاجه من اللي انت بتقول عليها دي ولا هو ضحك على الدقون وضحك على الناس الغلابه ولا ضحك على الناس اللي ما بتفهمش انا بصراحه عجبت وصلنا لحال الناس بيضحك عليها عيني عينك بالامر المباشر كده كمل يا عم الاعلام العالمي يبقى الزمالك على حق كل صور المستشار مرتضى منصور تتصدر المواقع الرسميه والتلفزيونات العالميه علشان نادي الزمالك فالمقصود اللي حصل يا كريم مش هو المقصود المستشار مرتضى منصور نادي الزمالك تعطيل نادي الزمالك ازاي يتجرأ نادي الزمالك ياخد بطولتين دوري ورا بعض ازاي لازم نعطله لازم نوقفه لازم نحجز عليه لازم نوقف في القيد حد زي ما قال ماجد حد عرف مين اللي وقف القيد في الزمالك ورجع تاني رجع تاني بقرار من الاتحاد الدولي لكره القدم اللي انا عاوز اكد طب استنى بس عشان ايه نتكلم في النقطه دي قبل ما تتوه مننا بيقول لك الزمالك خد اتنين دوري ورا بعض فقال لا احنا لازم نوقف ازاي الزمالك ياخد الاتنين دوري ورا بعض ده ما يصحش ده ما ينفعش فنعمل ايه نوقف له القيد ونعمل ايه ونحجز على نادي طيب هو مين اللي حجز على النادي مش ممدوح عباس عشان دفع فلوس وقدم للمحكمه مستندات بتؤكد ان هو ليه فلوس عند نادي الزمالك طيب اتحاد الكره لما خاطب كل الانديه وقال لهم ان انتوا في قبل 31 يناير تدفعوا الفلوس اللي عليكم عفوا 31/12 تدفعوا الفلوس اللي عليكم علشان باب القيد هيتقفل واي حد معاه فلوس او مديونيات يجي يجدولها مره واثنين وثلاثه وعشرة يبعتوا لنادي الزمالك ومحدش يرد راح مرتضى منصور عشان يعمل واعي راح خد لهم شيكات مضروبه من بنك مصر بنك مصر اللي محجوز عليه قالوا له لا انت جاي لنا الساعه 11 ده انت اصلا الموسم اللي فات اديتنا شيكات مضروبه ورحنا نصرفها لقينا ما فيهاش فلوس واصلا لوائحيا وقانونا لا يحق لاتحاد الكره ان هو يشكو اي نادي تحت مظلته للنيابه العامه فعشان كده هو قال لك تعالى جدول ال 88 مليون جنيه بتوعك انت عليك 88 مليون ده انا انا لازم اجيب لك فار لازم اجيب فار ولازم اجيب مش عارف وعليا ضرايب وانت مش عايز تديني فلوسي ما كل الانديه خد يعني دفعت فلوسها عرفت ليه انت توقفت وقف القيد بتاعك علشان كده والمفاجاه والمصيبه والطمه الكبرى انه الايد اللعيبه وما دفعش ولا مليم مرتضى منصور كمل اكد عليه الكوره المغربيه جمال علاء الاتحاد الدولي كامل هيئته بكامل تشكيل مجلسه هم اللي رفضوا القيد رفضوا القيد لعيبه نادي الزمالك بعين وبعافيه وبجراحهم وبغلطات وكل حاجه في الدنيا الا ان هي لا تخالف القوانين ارتحت مش هروح لجنه بيقول لك ببلطجه الواد كريم ابو حسين بيقول لك اتحاد الكوره ببلطجه منع القيد يعني فجر فجر والله في الاعلام المصري الزمالك بيقول ارفعوا الظلم اعدلوا الميزان عايزين عداله عايزين نزاهه عايزين شفافيه انت الناس كلها بتطلب ده هو حضرتك ينفع اتحاد كره القدم
ياخد قرارات مجاملات ومحاباه لنادي واحد و17 نادي لا او بقيه الانديه لا؟ ما ينفعش. لازم الاستقامه والعداله في الكره المصريه لمصلحه الكره المصريه. انا شايف قرار الزمالك احلى حاجه، النادي الوحيد في مصر اللي جابوا له قطر وقالوا له اتفضل ودي جماهيرك بالقطر، يعني لسه يعني مفيش حد تجرأ وركب في القطر، لا احنا هنركب نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك وخد كمان وجبات من عندنا، يعني هندي لك وجبات وهندي لك عصير فوق الرحله المجانيه. هو نادي الزمالك المسؤولين الوحيدين في مصر المسيطرين على مصر، سواء رئيس جمهوريه زملكاوي او ابن محمود زملكاوي او رئيس وزراء زملكاوي او وزير شباب زملكاوي، وزير رياضه زملكاوي، حازم اسمه ايه ده، الاعضاء مجلس اداره اتحاد الكره كلهم زملكاويه، الاعلام كله زملكاويه وبيدعوا المظلوميه. انا عمري ما شفت كده بصراحه، انا في حياتي ما شفت اللي بيحصل ده في قناه نادي الزمالك. كمل يا عم. اذا كان يخدم مصلحه نادي الزمالك فهو يخدم كره القدم المصريه في المقام الاول. ليه بيطالب عداله؟ يبقى العداله هتبقى موجوده، يبقى كل الانديه هتبقى سواسيه، واتحاد كره القدم هيبقى على مسافه واحده. هو دلوقتي مش على مسافه واحده، هو واخد حد على حجره بس، لو مش واخد صلاح على مسافه واحده. اتحاد كره القدم على مسافه واحده مع مين؟ من 17 نادي. المسافه البعيده هو على مسافه واحده من 17 نادي، لكن في نادي ثاني 18 بعد الحج. لا انت قصدك على طياره واحده. لا على طياره غير طياره، بس هو فعلا على مسافه واحده. ماشي. احلى حاجه ان الزمالك متاخد على الحجر ومرتضى متاخد على الحجر. ده لو مرتضى مش متاخد على الحجر كان زمان دلوقتي وزير الرياضه مش شاله. ده وزير الرياضه بعت له لجنه تفتيش ولاقيه مصايب وكوارث في نادي الزمالك وبرده متساب، وقبل كده كان في مصايب وكوارث في نادي الزمالك وبرده متساب. يعني يبقى متاخد على الحجر واللي بيشربوه الفساد كده في بزازه ويتكلم ويقول لك متاخد على الحجر. انا عمري ما شفت كده بصراحه. كمل يا عم. في كومنتس والله شهيره قوي، مش عارف الصوره معاك ولا لا. الحكم معمول هو على مسافه واحده من الجميع اللي هم 17 نادي، لكن في نادي ثاني على الحكم. كريم بس تحت المسا كريم طيب لازم دي الكومنتس. بس الغريب ان الكابتن سمير محمود عثمان وكابتن الشناوي اما جم اتكلموا عن موضوع فرقه الخليج قال لا على محمد الشناوي. الكابتن الشناوي قال لك ايه؟ قال لك على الاقل يستحق الانذار. كابتن سمير محمود عثمان في الاستوديو اللي جنبه الناحيه الثانيه قال لك لا طارد. طب بالنسبه لعلي معلول في وسط العتمه دي كلها واحنا بنتكلم على العداله والنزاهه والزمالك قاد الانتفاضه، لكن الزمالك موجود على ساحه البطولات. اسمح لي يا كريم اقدم التهنئه للنائب احمد مرتضى منصور المشرف العام على العاب الصالات، ان لغايه دلوقتي في ثلاث بطولات دخلوا حصاله البطولات في نادي الزمالك، اثنين وكاس مصر للبنات، ثلاث بطولات. ده معناه ان الزمالك لا يتوقف على احد، الزمالك بيواصل رغم الضغوط، بيواصل انتصاراته. وبكره ان شاء الله في مباراه مهمه بين الزمالك وبين النادي الاهلي في كاس السوبر. انت عارف ان نادي الزمالك النهارده عمل سكور عالي على بطل الكونغو كينشاسا، شباب كينشاسا، وهيقابل النادي الاهلي. بس الزمالك هو البطل، الزمالك دايما في كره اليد هو الكوماندوز. ربنا معاك ان شاء الله معاك. والنادي الاهلي وصل هذه المباراه بعد انسحاب الترجي اللي رفض يجي القاهره عشان يلعب سوبر كره اليد. فوسط العتمه دي في بطولات، في فرحه لجماهير نادي الزمالك. فانا اشكر احمد مرتضى منصور على هذه البطولات وسط العتمه ووسط الحرب اللي بيتعرض لها نادي الزمالك من مؤسسه كره القدم. المفترض ان هي تبقى مؤسسه عادله، مؤسسه حريصه على النزاهه وحمايه العداله في الكره المصريه لمصلحه الرياضه المصريه. الحقيقه انا شايفه قاعد مركز وقاعد بيسجل كده شويه تدوينات، وما دام طلع القلم من جيبه عمال يدون بعد فيديو زميل اسلام صادق يبقى اكيد في مفاجات كبيره. ثم انتصر. لا انا يعني استوقفني استاذ صادق زي ما انت قلت ناسق تماما في السلسله انا قدام اتحدث عن بعض الكره رقم واحد. اللي قاله ده فضيحه بتضاف لسجل فضائح اتحاد الكره الحالي الاداريه. لما النهارده يتم تعطيل الفار بقرار من اتحاد الكره، والنهارده اشوف كميه المشاهد اللي موجوده في المباراه والتجاوزات والتعديات من لاعبي النادي الاهلي على لاعبي نادي بيراميدز. كره الروح الرياضيه والشيبي ما طلعش او ما خدش باله او جري عليها، لسه حاصله قريب في ماتشات النادي الاهلي. ده بكره انا هستعرضها لكم. بكره انا مجهزها. ده لو جه حتى ناقص الدوبلير. لا لا كل الغير بليل اللي انتوا بتعترضوا عليه جايبها لكم بكره، جايب لكم فتيات بكره كلها موجوده بالصوت والصوت. ما فيش قانون بيقول انه في
فير بلاي او انه حكم يلزم لاعب انه يطلع الكره وما يطلعهاش, او ان انت حتى لو اللاعب اخطا ولم يتحلى بالروح الرياضيه ما يكونش جزاء انه يروح يضرب بالقفا وانه يركل بالركبه وانه ما يبقاش في اي قرارات. انما نؤكد ان تعطيل الفار في هذه المباراه الهامه بشوفه انما فضيحه اداريه كبرى تضاف لسجل هذا الاتحاد الفاشل الذي ارتكب كل الجرائم الاداريه في تاريخ الكره المصريه في حقبه قصيره للغايه. بياخدنا ايضا نشكر الشرطه طارق الصوره مجلس اداره نادي الزمالك ان هو لم يشارك في هذه المسرحيه العبثيه الهزليه, لم يقبل انه يبقى كومبارس. تخيل انه نادي الزمالك اللي بعض مسؤول النادي الاهلي الكيوت اللي هم ما لهمش علاقه بالتعصب الناس الامامير اللي طالعين يعني يتهكموا ويقول لك احنا كنا نفضل ان نادي الزمالك يبقى موجود لانه المكسب على نادي الزمالك يعني ليه طعم عشان قيمه نادي الزمالك. لا لا لا, هو احنا كنا نفضل الزمالك يبقى موجود لان الزمالك اضعف من بيراميدز, والزمالك كان هيبقى لقمه سائغه تحت الدرس, لكن بيراميدز عصلك معانا وبيراميدز اقوى من الزمالك. عشان كده المسؤولين في النادي الاهلي قالوا ان احنا نتمنى بيراميدز, نتمنى النادي الاهلي لان بيراميدز اقوى منكم بصراحه. ودينا شفنا الماتش كان عامل ازاي. كمل يا عم. البلد بيسخر يعني, والبعض يقول لك انا مش فارق معانا مين الليجا ومين تخيل انك انت عايز الزمالك مش شرط الزمالك لسه معلم عليه وهو قاعد هو وزمايله في المقصوره في الطايره في رجال والطايره سيدات وخرجوا الشو اخرهم يا عم انا عايز اللي بيتعلم عايز يعني اللي عايز الزمالك. اسمعوا كريم ابو حسين قال ايه تاني. الطايره في رجال والطايره سيدات وخرجوا الشو اخرهم يا عم انا عايز اللي بيتعلم عايز يعني اللي عايز الزمالك. كريم ابو حسين بيقول احنا اتغلبنا في الطايره في سيدات ورجال وهم قاعدين في المقصوره وقفنا يا عمر عيش. يا راجل ده انت مغلوب سله ومغلوب يد ومغلوب قدم ومغلوب في اللعبات الفرديه ومع ذلك مش قفاك اللي كان بيأمر عيش. لا ده كان في مناطق تانيه بيأمروا عليها عيش, مناطق تانيه كان فيها شياط, اماكن تانيه كان فيها حرقان. كمل. الزمالك كسبك على الملعب ده مرتين في السوبر هناك ورجعك برضه تجر اجيال الخايبه. مش الزمالك الزمالك الكيان الكبير العريق اللي برسم الشرطه مرتضى منصور اللي خلى وسائل الاعلام العالميه اللي ذكرها الشيخ صادق تتحدث عن هذا الكيان الكبير وقراره الجريء وقراره التاريخي بعدم المشاركه في هذه المسرحيه الهزليه وانه لم يقبل انه يلعب دور كومبارس او انه يملي عليه شروط ظالمه من المنافس انه النهارده هو اللي يختار مين اللي يلعب لاعب معاقب او لاعب اخطا يا ماجد. فالنهارده تقول لا والله لو ما وقفته انا مش رايح اتحاد الكره الضخمه, فتبتدي تدور طب انا هوقف القرار ازاي؟ كان لجنه الانضباط يعني بعد ما اصدرت القرار بعد غياب شهرين او ثلاثه اخطات, فجاي النهارده 12 مباراه تقول لا خليهم اربعه والكلام ده كله كانها انت بتاخد قرار. جاي كمان النهارده تقول لا والله مش عايز الفار ما تخليش برضه, لا والله عايز البنا يحكم. نعم. ويطلع البنا وعلى كلام اسلام صادق, واتمنى يعني احنا ما كناش في الفيديو ده انما جمهور نادي الزمالك بقى بيقول لك ان اسلام قال كمان انه اتحاد الكره عقد جلسه مع لجنه الاستئناف وقال لهم يعني انه هيبقى في طعن على قرار لجنه الانضباط وانه ده قرار قانوني, ده اللي خلى اللجنه تنتظر يوم الاثنين ويقعد الاجتماع للساعه 8 وبالتالي فضلوا فاكرين ان الزمالك هيسافر وبالتالي هيكون ايه؟ لبس في الموضوع. انما فوجئ ان الزمالك ما سافرش وانه رئيس نادي الزمالك اتخذ موقف تاريخ وشجاع لازم نشكره عليه انه للاسف يعني ايه ما شاركناش في مباراه بينظمها الشعب الاماراتي الشقيق المحترم مسؤول الامارات, ما شاركناش عشان قيمه نادي الزمالك وهيبه نادي الزمالك. اكيد فاصل وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم في زمالك. اتكلمنا في هذا الامر طبعا القضيه اللي اثرها الزميل اسلام صادق, اعتقد ان دي يعني مش جديد على النادي الاهلي او على المصريين في اتحاد الكوره او اللي بيطبطب واللي بيعمل استواء. حصلت قبل كده برضه قصه تقنيه الفار وحكم الفيديو في نهائي القرن الشهير اللي الزمالك كان نفس بيراميدز الماتش كله متفايد الماتش كله وضربه الجزاء بتاعت بن شرقي اللي ما تتحسبش, عشان كده عطلنا الفار وغيرنا حكام الفار وطلعنا العينات بتاعت اللي بتاعت كل ده عشان ايه؟ عشان الزمالك. بصوا نفس اللي بيقوله مرتضى منصور ونفس اللي قاله خالد الغندور بيقوله
كريم ابو حسين. تخيل كريم ابو حسين عايز يدي ضربه جزاء لبن شرقي، وبن شرقي هو اللي واخد دراع ايمن اشرف ونازل بيه في الارض، لدرجه ان الحاله دي قال ياسر عبد الرؤوف فيها ان اصلا المخالفه على بن شرقي، ويقول لك الفار اتكسر والعينات اتغيرت. عينات ايه اللي اتغيرت اذا كان اصلا كان عندنا اتنين لعيبه مصابين بكورونا، كان وليد سليمان وديانج. مش بقول لك الناس دي يعني بتستعبط الجماهير اللي بتتلقى منها، بس احنا بنرد عليهم جمله جمله وكلمه كلمه. الناس دي مكانها مش معانا في مصر ولا في الوطن، لا، الناس دي المفروض يعني مكانها في ابو زعبل، مكانها في مستشفى العباسيه، مش مكانها الشاشات وتتشهر وتقول كلام تدليس وكذب وتضحك بيه على الناس. كمل يعني. اللي بياخد البطوله ولا مرتضى منصور يقف على منصه التتويج، فده مش جديد عليهم ومش اول ولا اخر مره. حتى من الساده المشاهدين طبعا يعني بيسالني وحقه، وانا قلت ده في المقدمه بس ممكن ما يكونش خد باله، بيقول لي يعني ان انت هتتكلم ان في مستشار مرتضى منصور عامل مؤتمر يوم الثلاث، بدا يوم الاثنين المؤتمر بتاع المستشار مؤتمر عالمي ان شاء الله يوم الثلاث داخل نادي الزمالك، عشان برضو الهرايين وبتوع الشائعات وبتوع السبوبه. فالمؤتمر يوم الثلاث من ضمن الملفات الاربعه اللي المستشار مرتضى هيختصم فيها الناس اللي هو لجوء الاهلي بادارته بمجلس ادارته في كابتنه ومحمود الخطيب للقضاء الاداري. فبيقول لي تم رئيس ناديك عمل كده قبل كده وراح للقضاء الاداري، فهيعمل حاجه او بيشتكي من حاجه هو عملها قبل كده. فبرضه انا قلت هفهمك وهقولها تاني، المستشار مرتضى في اول جلسه في المحكمه طلب استبعاد اتحاد الكره ما يخشش في الخصوم، لانه راجل قانون، راجل ذكي، راجل واعي، راجل بيفهم. طب عشان اعرفك ان انت لا انت بتفهم ولا مرتضى بيفهم ولا ميدو بيفهم اللي ورطكم وقال لكم روحوا اشتكوا النادي الاهلي. اولا في حاجة اسمها إجراءات إدارية، من حق أي حد يطعن على الإجراءات الإدارية وليس أمور فنية. يعني مثلا مباراة بيراميدز النادي الأهلي له ضربة جزاء، لا يحق للنادي الأهلي إن هو يروح يشتكي في المحكمة إن النادي الأهلي له ضربة جزاء في المباراة، لأن دي أمور فنية. بس أنت علشان لا حافظ ولا فاهم، لا لك أنت لا بتحفظ ولا بتفهم، ولكن مع ذلك بتطلع تقول كلام أنت مش فاهم معناه، وبيقولوا لك قول كذا لكن انت مش فاهم بتقول ايه، وده دليل قاطع على انك مغيب وبتغيب الناس معاك. زي ما قال لك الاستشكال يوقف الحكم، وبعد كده رجع لك لا الاستناد بتاع مش عارف مين ما يوقفش الحكم، يعني بيقول على نفسه ويوقف وعلى كهربا ما يوقفش، يعني بيحلل الغلط لنفسه ويقول كلام غير المنطقي وغير المعتاد. اخر بقى جزئيه عشان نقفل الفيديو، انا عارف ان احنا طولنا على حضراتكم، انا بعتذر، بس نكمل اخر حته من الفيديو. هو عارف بيعمل ايه، ما يغلطش الغلطه دي، لكن انتوا مختصين اتحاد الكوره باللجنه المنتسقه بقرار فني من اتحاد الكوره. لكن مستشار مرتضى منصور ساعتها راح المحكمه قال لك انا نحي اتحاد الكوره من القصه خالص، استبعده خالص. والمحكمه بعض الاشاعات يمكن فريق الاعداد بيقول لي على جريده اخبار اليوم غدا الصحفي ياسر عبد العزيز برضه بيتكلم على ان مجلس الاداره مستشار مرتضى بيحاولوا او بيقتلوا او يعني بيعملوا كل ما في وسعهم عشان يقنعوا عضو مجلس الاداره سليمان وهدان ان هو يتراجع عن الاستقاله. طيب حضرتك من اللي هي دي الصوره لسه الفريق الاعداد جايزه معاك من النهارده لبكره، انا موجود بكره برضه. حضرتك طلع الاستقاله بتاعت السيد سليمان وهدان وانا اطلع اعتذر لك واقول ان دي مش اخبار كاذبه وان دي مش هدفها النيل من نادي الزمالك، لكن طلع الاستقاله دي فعليه علاقه بالسيد سليمان وهدان. طب انا عايز اقول لكم على حاجه، سليمان وهدان اول ما مرتضى منصور قال على حاجات، يعني سليمان وهدان قال على حاجات راح مرتضى منصور طلع كدبه وقال لا ده بيتكلم عن نفسه ما بيتكلمش عليا وكلامه ما يمشيش عليا هو بيقول رايه الشخصي الى اخره. راحوا طقشوا مع بعض وقال له انا هستقيل، قال له مع السلامه، راحوا دخلوا الحلوين ابنائه، ما تشمتش فينا الاهلاويه، ما تشمتش فينا المنافسين. لكن في النهايه في مشكله كبيره ما بين وهدان وما بين مرتضى منصور في الفتره اللي جايه. كمل. انا اقول المصدر اللي قال لك القصه دي خليه يجيب لك الاستقاله وينزل وثق فيها كلامك عشان خاطر ما تبقاش دي زي ما انا بقول اشاعات مغرضه، الهدف منها النيل من مجلس الاداره ومن المستشار مرتضى منصور اللي شاء من شاء وابى من ابى ورفض اللي رفض ورضي اللي رضي مرتضى منصور، رغم ان في الجميع هو الرئيس التاريخي
ان الشائعات والاخبار الكاذبه دي لم ولا تنال من شخص ولا من قيمه المستشار مرتضى منصور. تعليق استاذ كريم، عايز اقول لك بس انا عشان لا اقول لك ان المستشار مرتضى منصور هو مش محتاج شهاده. اه هي نقطه ثانيه معلش يا ماجد برضه للزميل ياسر العزيز بكره. اي عضو مجلس اداره هيقدم استقالته هتتقبل في التلت واللحظه. انت متخيل بقى القوة المستغني عند مجلس اداره نادي الزمالك عن الشيخ مرتضى منصور ايه؟ انا بقولها لك اهو لعبد الفقير الى الله من هنا من نادي الزمالك. اي عضو مجلس اداره سواء السيد كريم عبد او هو مع حد تاني او هو وهو لا او اي عضو مجلس اداره تاني، اي حد هيقدم استقاله محترمه. خدتوا بالكم من الجزئيه دي؟ مرتضى منصور بعت له رساله على الهواء قال له خبط في جمال وهدان وقول ان اي حد يستقيل في 60 داهيه وان احنا ما بنوقفش على محطات. نعيد الجزئيه دي تاني. او هو وهو لا او اي عضو مجلس اداره تاني، اي حد هيقدم استقاله محترمه وعايز ينط من المركب هتقبل فورا وبدون تردد وبدون مناقشه. خلي بالك في نادي الزمالك تحت قياده منصور مرتضى منصور مفيش جمهور في الحلقه. لا صاحب مرتضى منصور على صفحته هو طلع وكبرت وقال حقيقه ما حدث وقال ان في راي بيعبر عن الشخص اللي قاله وفي راي بيعبر عن مجلس اداره نادي الزمالك اللي جه رئيس منتخب باراده الجمعيه العموميه لنادي الزمالك هو المستشار مرتضى منصور. والمستشار مرتضى منصور مصر على التصعيد وعلى تحقيق الصالح العام لنادي الزمالك وهو ده كان وعده للجمعيه ولاعضاء الجمعيه العموميه. وعشان كده انا متاكد ان نادي الزمالك مع المستشار مرتضى منصور مكمل في حقوقه في ملف مباراه السوبر حتى النهائي. هناك اطراف كثيره لم تعتاد على ان الزمالك يبقى قوي، ولكن شاءت الاقدار وشاءت الظروف ان يكون الزمالك قويا برئيس قوي يقدر يجيب حق الزمالك. هناك مواقف كثيره للمستشار مرتضى منصور حافظ فيها على مصالح الزمالك وحافظ فيها على مقدرات نادي الزمالك. وكل الحرب دي علشان نادي الزمالك عنده رئيس قوي ما بيسكتش. دي واحده. اثنين، المستشار مرتضى منصور معروف عنه بالشفافيه. ما فيش عنده حاجه بيخبيها. الشفافيه والوضوح. اي حد هيقدم استقالته هيقبلها فورا. اي حد هيتكلم على لعب حصل كتير طلع مستنداته بوثائق على الهواء عشان يرد على الاخرين اللي كانوا بيروجوا للاشاعات والاكاذيب اللي هي بتعتبر من وجهه نظري تضليل اعلام. نعم. لكن المستشار مرتضى منصور قادر على الرد على كل شيء يخص نادي الزمالك والحفاظ على حقوق زمالك مصر. بالتاكيد كلام الدكتور كريم كلام مهم جدا في الصميم ويرد على كل الاشاعات المتراوحه ضد نادي الزمالك والغرض منها بعضها الغرض منه الايقاع ما بين مسؤولي نادي الزمالك. انما ان شاء الله مرتضى منصور عودنا دايما ان هو بيدير المركب باقتدار وان شاء الله مرتضى منصور هو من اختار هؤلاء اعضاء مجلس الاداره الافاضل وطالما اختار ان شاء الله مرتضى منصور فهو يعلم بمنتهى الامانه كثيرون منهم. زي ما شفتوا حضراتكم الاسلوب المتدني في الطرح والشياط والحرقان اللي عامله النادي الاهلي والتحريض المباشر والغير مباشر على النادي الاهلي وعلى جماهير النادي الاهلي وعلى اعلام النادي الاهلي وعلى قناه النادي الاهلي وعلى جماهير النادي الاهلي وعلى لاعبي النادي الاهلي وعلى اي حاجه فيها اهلي. تحريض تحريض تحريض. واوعى تقول لي دوا من غير توجيهات من الدوله. لا معلش معلش، اللي بيحصل ده لا، اللي بيحصل ده لا يمكن السكوت عليه. لما يبقى كرم جبري نايم في العسل اعرف انه نايم بمزاجه، نايم بتعليمات. الدوله عايزه ايه من الشعب؟ هو نفس السياسه بتاعت مبارك هي ما بتتغيرش. انا ما بحبش اتكلم في السياسه بس اللي حصل يجي واحد يقول لي يا عم هو الرئيس فاضي للزمالك؟ هو مش فاضي للي بيحصل ده والتحريض على امال احنا ليه كل ما نروح في بلد يضربونا بالطوب ويعملونا مش عارفين من الكلام الموبقات اللي بتتقال عن النادي الاهلي والحاجات اللي بتتصدق. ما لو في واحد جزائري واحد اردني واحد صومالي واحد ليبي بيشوف الكلام ده ويقول لك اه يا عم ده شوف ده في اعلام في الاعلام المصري بيقولوا كده عن النادي الاهلي، ما بالك بالاعلام التاني اللي ما يعرفش اي حاجه عن النادي الاهلي يقول ايه؟ فاللي بيحصل ده ما ينفعش، ما ينفعش انه يستمر، ده اسمه هراء. مش عشان حته واحد زي مرتضى منصور مصر دي تتقلب.
ايه حبه في الكرسي؟ في فلوس يغنى في نادي الزمالك، بس انت مالك ومال النادي الاهلي؟ هو انت عملت كل ما يحصل مشكله ومصيبه تطلع الصبيان بتوعك تقول النادي الاهلي؟ عندك مخالفات بالجمله وعندك لجان تفتيش تقول النادي الاهلي وتتشكك في البطوله اللي بياخدها النادي الاهلي؟ اي بطوله ياخدها النادي الاهلي ده ضعيفه، ده الدوري اقوى منها، ده دوري ايه؟ دوري ابطال افريقيا، اي كاس عالم للانديه، ده بطوله شرفيه. ونادي الزمالك ياخد اي يفوز على سيراميكا كليوباترا ال11 في الدوري، يقول لك بس الزمالك عاد، ده النادي الاهلي مرعوب من فوز سيراميكا. تخيل، احنا بنقول اللي بيحصل ده ما ينفعش ان يتسكت عليه. اوعى تاخد الكلام ده بمعمل الضحك ولا معمل الهزار ولا ان الناس دي محروقه. الناس دي محروقه بس اللي بيعملوه دوا لا، ده بتوجيهات وبتعليمات. انتهى الامر، انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي. سلام.